الحدث مع أحمد القماطي. هجوم إرهابي يستهدف منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية. في العدد هي المحاولة الإرهابية الرابعة، وفي التركيبة هي ذاتها تقريبا، مضاف إليها عناصر جديدة. فبالإضافة إلى مجلس الشورى وأتباع الصادق الغرياني، ظهر إسماعيل الصلابي إلى جانب الحسناوي أحد أهم قادة تنظيم القاعدة الإرهابي. أشارك في الهجوم أنصار الجدران وأنصار المهدي البرغثي وميليشيات من مصراته، وتأكيدات من المتحدث العسكري على وجود عناصر من المعارضة التشادية. تحالف الوطاد إذن جاء محملاً بالأحقاد وقاصداً سفك الدماء واحتلال موانئ تصدير الذهب الأسود ليقبض بين يديه على رزق الليبيين. لكن هيهات، المحاولة الرابعة كما أكدت القوات المسلحة لن يكون مصيرها كالثالثة والثانية والأولى فقط، بل إن الجيش مصمم هذه المرة على قطع دابر الإرهابيين على تعقبهم من حيث جاءوا، والمعركة التي بدأت في الهلال لن تنتهي هناك، وسيقع الإرهابيون في المسيدة ولن يكونوا إلا من الخاسرين. المعلومات تتحدث كذلك عن ضربات دقيقة لسلاح الجو في راس لانوف، وحشود كبيرة للقوات المسلحة قادمة من كل حدب وصوب لتحرير الموانئ النفطية. والجيش يؤكد أن الأوضاع مطمئنة ويدعو لعدم فتح الباب للشائعات، وما هي إلا ساعات حتى يزف إليكم الأخبار السارة ويبشركم بالمفاجآت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن برنامج الحدث اليوم نتحدث فيه عن سير العمليات العسكرية في منطقة الهلال النفطي. ينضم إلي بعد قليل كذلك عبر الهاتف العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة، كذلك العقيد فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات إجدابية، وعدد آخر من الضيوف ليطلعون على سير العمليات العسكرية والأوضاع الآن في منطقة الهلال النفطي. هنا في الاستوديو أرحب الآن بعصام التجوري المحامي والناشط الحقوقي، وأيضا الأستاذ سميح الأطرش المحامي أمام المحكمة العليا. ضيفي الكريمين في الاستوديو أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ عصام، إذا مرة أخرى ميليشيات مختلطة من القاعدة فجر ليبيا شورى بنغازي، ميليشيات من مصراتة أتباع الجدران المهدي البرغثي، كل هؤلاء يتحالفون مرة جديدة ويقصدون السيطرة على منطقة الهلال النفطي. أولا تحية لكم متابعينا الكرام، رحم الله شبابنا، ثبت الله أقدام رجالنا في الميدان. أعتقد بأن المشهد الآن يمكن قراءته بشكل أسهل عن طريق متابعة التصريحات والمصطلحات التي تستخدم الآن حتى تعرف هوية من هذه المجموعات وآلية الخطابة متاعهم. يعني زي ما نقول لك أنا الآن حسبني على الحرف اللي نقوله والكلمة بطبعك تدوي أو تتحدث، عفوا دعنا نتكلم نوعا ما
بمستوى خطاب معين أن حتقول هذا وين تيارة صفني حتى بالنفعي في الأخير حتجدني مدني ليبي يتحدث بلغة اعتبر فيها نوع من ملذات الدنيا أو مطالب أو غيرها كما يحاولون أن يصفوا خصومهم. لكن دعني نقيم هذه المعركة من الخطاب الذي الآن يحيط بها من الآلة الإعلامية التي تدعم هذا التحرك أو التحرك أو غيره. ستجد الخطاب كالآتي: مرتدين، طغاة، بغاة، ردة والعياذ بالله، يتوعدون بجهنم والبئس المصير، ويتوعدون الناس ويمنون من هم يتقدمون بأن حرب جهاد واستشهاد وغيره. هذا خطاب وكأننا أمام معركة فتوحات إسلامية في عهد الجاهلية والإسلام بعث الآن، كأنهم أتوا لدار حرب ليقيموا فيها الإسلام. هذه عقيدة واضحة لهذه المجموعات. الآن كل ما نسمع أحد يتحدث يقول لك والله هذه خطاب أنتوا تقولوا علي كل حد طالب حقه، على يقولهم قالوا راجع الحوشة إرهابي متطرف. أنا الآن بشكل مبسط فلنفتح قناة بعد إذنكم كقناة بتسمية بعض القنوات، ولا هذه تحمل المسؤولية الشخصية عنها، فتح قناة النبأ أو قناة التناصح تحديدا نشوف خطاب. لا يوجد خطاب وطني، لا يوجد خطاب نوع من اللحمة الوطنية، لا يستطيعون التحدث بأن هذا قوت الليبيين موجود عند مجموعات إجرامية، لأن هذه بضاعة سترد عليهم، لأن من يوم سيطرة المؤسسة العسكرية على خليج السدرة والنفط يتدفق الى 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 المؤسسه الوطنيه النفط اللي موجوده ما زالت الى الان لم تنتقل الى مقر الاساسي مدينه بنغازي موجوده في طرابلس على راس السيد صنع الله، والاموال والعائدات ترجع الى مصرف البنك المركزي الذي يعد صديق كبير. اي بمعنى حجتهم كوطنيه لانهم يتقدمون باتجاه الحقول لمسله او ديسكت كيف ما نقولوا بالشباب يقولوا تحريرها مش موجوده عندهم، فاتوا الان بحروب الرده وعياذ بالله، وانهم جايين يرفعوا الظلم والمظالم. بنرفعوا الظلم والمظالم خلينا نقولوا التركيبه المجموعة اللي موجودة، هل كلهم عيال بنغازي؟ نحن نعرف بعضنا عيال بنغازي يا أخوانا، نعرف بعضنا كويس، ما نقولوش حتى في ناس عرب الغرب تعرف من هم عيال بنغازي، وحتى اللي مقابزين موجودين ما زال يدعكوا تو عاد المطعم كودو في طرابلس فروعة تلقاهم قاعدين عيال بنغازي، ما قهوة الديوانية في مصراتها ومصيف الأمانة معبى عيال بنغازي. بإذا بينا هذه رحلة عيال بنغازي والعودة، من هذول؟ استخفاف بالعقول. هذه حرب عقائدية ذات طابع معلن لتنظيم القاعدة، لكن ومجموعة شارك فيها مجلس الشورى. مجلس الشورى شارك من هو مجلس الشورى؟ مجلس الشورى أعلن عن نفسه، من يريد أن يقتنع مجلس الشورى أعلن نفسه من بيان رقم 19 اللي صادر يوم 17/8/2014، أعلن على العقيدة المتطرفة اللي مختلط فيها تنظيم القاعدة وأيضا تنظيم ما يعرف بالدولة أو ما يعرف اصطلاحا داعش. أعلنوا عن أنفسهم يوم 17/8/2014، ما زلنا ندوروا فيهم توا كيف كانوا ينكروا في التطرف اللي أول أمس بعد ما صار ضغط دولي قالوا يا طوارنا آخرهم حزب العدالة والبناء يطالب مشورة ثوار بنغازي بالتبرع من التطرف. طيب ميليشيات من مصراتة أيضا شاركت في هذا الهجوم هنا. ليس سمحني نعم، أنا متأكد أن أهل مصراتة، دعونا نتكلم بخطاب واضح ووضيع، أهل مصراتة مطالبين كيف ما طالب أهل بنغازي بإثبات موقفهم هذه المجموعات التي كانت تسيطر على بنغازي وكان أذاها يصل بعض الناس. أيضا أهل درنة كانوا مطالبين، أيضا أهل طرابلس وأهل مصراتة وأهل الزاوية وأهل صبراتة وكل مدينة تنشط هذه المجموعات مطالبين بتبيان موقفهم. نحن متأكد، أنا شخصيا أتكلم على الصعيد الشخصي إلى الآن، إذا مش تكلم الكتائب المشاركة مدينة مصراتة وغيرها من المناطق التي أتت من غرب البلاد لا زالت تتحرك بطابع عقائدي وهو تنظيم القاعدة. إذ تبنوها وخرجوا يرقصوا لها أو لم يخرجوا لتحديد موقفهم من هذه المجموعات، يبقى أنت تتبنى فيها شكل رسمي. أستاذ عصام التجولي، تنفي وجود البعد الجهوي في هذه الحرب، بمعنى أنه فقط حرب عقائدية إيديولوجية يشنها تنظيم القاعدة والمتحالفين معه ضد منطقة الهلال النفطي، لا وجود لأي نعرة قبلية أو بعد جهوي إلى الآن. نتحدث عن المعركة الآن. نعم، دعني أنا أحمل المسؤوليات الآن عشان نحن نقول ننفي اليقين بالواقع. الآن هناك ناس تتهم، نحن متأكدين أن الأول طابعا هو طابع عقائدي ويتمثل تنظيمات إرهابية متمثلة في القاعدة وحلفاء من باقي المجموعات القزمية بما فيها تنظيم الدولة اللي الآن هم ينشطوا في مصراعة التقارير الدولية وأمريكا اللي دعمتهم في حرب على سرت. نعم. بروحها تقول أن تنظيم الدولة ينتشر في محيط مدينة سرت، الآن هذول هلبوا سرت وجايين هنا، وين هذول؟ وين تنظيم الدولة؟ إذا هو مشارك في هذه العمليات وكانت غير مسرحية. الله يرحم الشباب اللي عادوا، نحكي مسرحية للقيادات والقنوات اللي كانت تقول الله أكبر كيف النبأ ولا التناصح حر وسرت وتو هي تتحارب هذه المجموعات الإجرامية كعادتها دائما وتسطر عليها. دعني أرد على سؤالك لأنه كان واضح وأنا راهي اليوم جاي نحط بعض نقاط الحروف. عندما ذكرت تحديدا أن الحرب في أساسها عقائدية
ويقودها تنظيمات إرهابية متمثلة في تنظيم القاعدة وغيرها من المشتقات بما فيها المتشظين أو نقول عرقهم قريب من 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 داعش، وأيضا الحاضنة لهم تيار ما يعرف الإسلام السياسي بشكل عام كالأخوان المسلمين وجماعة ليبيا المقاتلة. كلام واضح إلى الآن، هذا ما ثبت لنا بأن هذه الآن تتحرك بهذه بطابع عقائدي، لكن أهل هذه المدن يخرجوا أبنائها في كتائب تنضوي تحت مجالسها العسكرية ما لم يخرج موقف صريح. على فكرة أهم المنطقة العسكرية خرج وقال إحنا ما عندناش حد أمر، سمحني أمر، أعطينا أمر المنطقة العسكرية الوسطى اللي هي تحوي زليت ومصراتة وما حولها، قال ما عندناش قوة مشاركة. بعد ما تخرج الصور حاجتين، يا الراجل هذا يكذب عليها لا يا يكذب عليها لا. لما تثبت الصور وبالأدلة مشاركة كتائب كانت مشاركة في القتال بشكل عقائدي إن في مشكلة ما بين القاعدة وتنظيم دولة وصراع طيب في هذا تضحية الحلبوس والمرسى أيضا كتائب أو كتيبتين، الآن يؤكد المتحدث العسكري مشاركتهما في هذه العمليات مش تنظيم قاعدة، هي كتائب من مصراتة. لا سمحني، ليست تنظيم قاعدة، سمحني. تشارك الآن في هذا. أنا لا أعرف عقيدتها بأمانة، لا أعرف الحلبوس أو عفوا والمرسى ما هي العقيدة التي تحوي، والحطين أيضا إحنا عندنا معلومات والعروبة كما يسمى والمرسى، نعرف أن أسماء مشاركة ولها طابع وكانت موجودة وقلناها يوم أو على منبرك ماذا كنت تتذكر يا أحمد، قلنا لهم بنيان مرسوس وزعلوا منا، قلنا لهم البنيان المرصوص فيهم شباب يقاتل وذو طبيعة مدنية وجاي يخلص خايف يدافع على مدينته البطالة الإرهاب ودق أبواب مصراته ونفذ عدة عمليات تحرية فآثروا الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن الوطن وتقدموا تضحياتهم لمدينة سرت وساعد المجتمع الدولي وسقط من سقط ونحتسبهم عند الله شهداء في هذه المعركة ضد هذه التنظيمات الإرهابية. قلناها صراحة بأنه تنظيم القاعدة مشارك وبقوة في هذه هذه القتال بجانب عقائدي، والآن يؤكد لنا ذلك التحرك الآن ذات المجموعات المسلحة وهذه الكتائب التي كنا نقصدها الآن موجودة في عملية ما يعرف الآن في الموجودين في الهلال طيب. النفطي. قبل أن نستقبل أو رحب بالأستاذ سميح الأطرش محامي أمام المحكمة العليا، ينضم إلي الآن العميد محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو. سيادة العميد أهلا بك. سيادة العميد محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو، سيادة العميد أنت معي؟ طيب سوف نحاول الاتصال به مجددا. إذن العميد محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو ليطلعنا على آخر العمليات العسكرية أو سير العمليات العسكرية في منطقة الهلال النفطي، تحديدا دور سلاح الجو في هذه العملية. الأستاذ سميح الأطرش المحامي أمام المحكمة العليا، كيف رأيت هذا الهجوم؟ يعني في المحاولة الرابعة الآن لاحتلال منطقة الهلال النفطي، ثلاث محاولات سابقة فاشلة لقن الدرس أو الجيش فيها الدرس القاسي لهذه الميليشيات الإرهابية، الآن لازالت تعيد الكرة وتحاول مرة أخرى. نعم، بداية نحييك سيد أحمد القماطي ونحيي السادة المشاهدين والطاقم الفني المصاحب لسيادتك في هذا البرنامج، ونتأسف حقيقة على ما يحدث إجمالاً ونتألم كذلك لأن نصل لهذه المرحلة بعد أربعة أو عدة محاولات من قبل هذه المجموعات كويس لاحتلال الحقول النفطية أو المساس بها اللي هو مصدر قوت الليبيين جميعا. ولكن حقيقة نحن نعتقد واللي نخشاهنا أن نكون نحن نطبقه جميعا في أجندات لا نعلمها أو في برنامج لا نعلمه أو في مخطط لا نعلمه بعفوية وبسذاجة وبطيبة وبحسن نية كويس، حيث أن لا ننسى الجمل التي ذكرت من السيدة رايس وهو تقسيم المقسم وتفتيت المفتت، ونعتقد نحن نمشي له بأرجلنا إلى هذا لهذه النهاية. وبالتالي السفير الإنجليزي والسفير الإيطالي وعدة سفراء أي ممثلين لدول كانوا متواجدين في منطقة الجفرة ونعتقد وتواجدوا كذلك في مدينة مصراتة، اللي نتأسف حقيقة لأن مصراتة اللي مديناها بكل ما نملك في مدينة بنغازي أن تقوم بإرسال بعض الأسلحة أو بعض السيارات أو بعض القوات اللي هي الميليشيات للهلال النفطي لضرب خوتهم من بنغازي من الجيش الليبي. وبالتالي نعتقد أن 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 البرلمان الليبي بعد ما قلنا تقسيم المقسم وتفتيت المفتت وهو المقصود من الربيع العربي ليس عبارة عن لعبة أو إضحوكة، هو تقسيم المقسم وتفتيت المفتت وهو ما سيصل له العالم برا، سيصل لهذه النقطة شئنا أم أبينا، بمعنى يعني نبو ولا نبوش. من يهاجم منطقة الهلال النفطي لا أستاذ سمير؟ اللي يهاجم طول بيشوف لأن في عندك يا سيدي المعارضة الشديدة هذه شنحة مرزها
شنو الضيقه اللي جتهم ان قلنا ان المعارضه التشاديه تدخل لليبيا باش تحتل الحقول النفطيه؟ ليش يعني؟ ما هو سبب الا وهي عندها اجندات ومسخره بدفع المبالغ الكبيره. فعندنا شخصيات استاذ احمد القماطي والساده المشاهدين ادرى بذلك. الكبير الكبير مش جوع النص ولا البترول اللي مش مستفيدين منه. نحن اصلا البترول شنو حصلنا منه اصلا حقيقه؟ هذه لما نقول لك خيارات الليبيين هيك نضحك على روحي، لكن الحقيقه بتاعها ان الليبيين غير منتفعين بالبترول. فلوس ما عندنا، اكل ما عندنا، شرب ما عندنا، غلاء المعيشه، عطل المرتبات، ادويه ما عندنا، امراض زياده يعانوا في الويلات المرضى. وبالتالي يعني غير مش محرز. هو الجانب فيها ان نحن كنا ينصب الصراع حاليا على الـ 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 الهلال النفطي هذا كويس للخيرات اللي موجوده فيه. فده حقيقه اللي بنقولنا الليبيين نعتقد انهم اكبر من الهلال النفطي كويس، ونعتقد ان البرنامج ممكن اعمق من ذلك، ان نصل الى مرحله من الـ من الـ من الـ من الـ التقسيمات ومن الايديولوجيات الحقيقه اللي نراها فارغه حقيقه، لان الليبي ما عندش هذه الرؤيه وهذا العمق من التفكير ان هو يبي عادي ويبي هالجيوش يرسلها والدبابات ومدرعات. المن جاي انت؟ انت جاي المن اصلا؟ كانوا معمر طلعنا كلنا ولا احد يزايد فيها، حتى الثوار كانوا ثوار. انا اقول لك انه ليس ثوار، من يضرب بنغازي ليس ثائرا، من يهجم على بنغازي ليس ثائرا. انت هاجم علي انا من؟ حتى انا واحد من الثوار وقاعد في مدينه بنغازي، ونبو جيش ونبو شرطه ونبو قضاء ونبو دوله مدنيه ولا اله الا الله محمد رسول الله ودوله مؤسسات. اختلفنا في ايش معناه؟ اختلفنا في فكر اخر عميق شويه انا ما نفهمهاش ولا يفهم المواطن الليبي البسيط اللي يبي غذاء بس، يبي اكله وشربه ودواء وتعليمه وصحته وعدله. ولكن ما يحدث الان ان تجيبوا المعارضه التشاديه ويجون الحلبوس ولا الملبوس ولا الله اعلم اسمه ما عرفناهم نحن مع هذه جد جايه طلعت من مصراته وجايتك لعندي الى اللحم النفط. عليش يعني؟ ما هو السبب؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون من النفط؟ اذا كان الجيش عدى للحقول النفطيه وقام بتحريرها من الاشخاص اللي كانوا حاطين يدهم عليها، وقام بتسليم المؤسسه الوطنيه للنفط خلال مده معينه. استاذ سميح الاطرش، ليست القاعده فقط، يعني الان عناصر من القاعده وايضا كتائب من مصراته يؤكد المتحدث العسكري مشاركتها. لا اعرف اذا كان يسمح اصلا لكتائب تحمل فكر ايديولوجي من القاعده ان تبقى داخل مدينه مصراته الجدران كذلك. اذا كان القاعده موجوده هل تعتقد ان السفير الانجليزي بيجمز معاهم او يساعدهم او السفير الايطالي؟ الا واذا كانت هم من صنع ايديهم اللي نحن قاعدين نجلسوا معاهم وفي الحوار وفي البرلمان واتفاق الصخيرات كانوا هالسفراء هم اللي حدوا في كل شيء وهم اللي يكتبوا. سؤالي، ما الذي يجمع هذه المتناقضات؟ الزواج بين الجدران، القاعده، كتائب من مصراته، وكذلك تنظيم القاعدة، حديث على أنصار الصادق الغرياني، إسماعيل الصلابي، الحسناوي، كل هؤلاء لماذا يتحدون؟ أو ما الهدف الذي يجعل تم التأسف وخلاص عقب عمرنا من التأسف؟ إن الصادق الغرياني حقيقة أو الشيخ الصادق الغرياني السيد المحترم الصادق الغرياني كويس إنه يحاول إنه يحرض هذه الميليشيات ولا هذه الآليات العسكرية إنه جيل بنغازي. يعني هل هذا دين؟ هل هذا دين؟ هل الإسلام قال لك تعدي تحارب خوتك في الإسلام اللي موجودين في بنغازي؟ أنت من؟ أنت من هذه الشخصية؟ هذه الحقيقة بتاعها. ونضع يدنا على النقاط على الجرح، لكن ما نحب نبرموا عليها ولا حنظلوا أنفسنا بعدين. هذه ثورة 17 فبراير ولا هذه ثمراتها؟ هذه ثمراتها. من دار 17 فبراير؟ دار الشعب الليبي كله بالكامل يا سيدي. لا أحد يزايد على أحد، ولا أحد يحتل المنصب، ولا أحد يستحوذ على خيراته أبدا. كلنا تحركنا فيها وكنا عندنا أولاد استشهدوا وكنا عندنا ناس طاحت وكنا عندنا مبتورين وعندنا جرحى. بإضافة ذلك أن عندك جيش قاعد يقاوم، لكن جيت تذبح لي ولا تحط لي مفخخة ولا تحط لي هذا نقدر بالتل نحطه في المربيتة ولوحة نحطه تحت السيارة ولا نسينا نحن هذا ألامها. فتحرك الجيش من باب أنه من أول يوم النادوا بنبو جيش ونبو شرطة ونبو قضاء. فنحن تو وصلنا لمرحلة أن لازم نحددوا النقاط نضعوها، لكن ما نضعوا حق القاعدة. القاعدة هذه جسم مصنوع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو جسم عميق جدا وليس سهل. لا. يعني ضاقت الواسعة، يعني أمريكا ما تحقش فيهم، هم جايين من العراق ومن سوريا يا أستاذ أحمد، فهمونا هذا سوبرمان ولا الوطواط ولا الأخرين، هذا كاسبر يقول عليه يطلع من البيبان ويمشي خلال هيك، هذا البشر يطلع ويجوه
من وين جو؟ كيف يسمح لهم الولايات المتحدة الأمريكية ولا تسمح لهم تونس ولا تسمح لهم الجزائر ولا مصر ولا غيرها؟ إذا كان امبارح مسكين من مصر مجموعة جاية تتدرب عندنا باش يرجعوا إلى مصر ويقوموا بعمليات إرهابية. طيب أعود إليك أستاذ عصام التجوري، إن كانوا قاعدة فقط ما الذي يفعله الجذران مع هؤلاء؟ هل نتحدث على زواج مؤقت أو اتفاق مؤقت يجمع هؤلاء تحت هدف واحد أو راية واحدة لالتقاء المصالح مؤقتة؟ هنا الإشكالية. أنا على فكرة القادة لأسماء اللي حنسمون أو الكتائب حد ذاتها اللي يمتلكوا سلاح، لأن كنا نعرف أن مجموعة اللي ماسكة سلاح بعد 2011 كلها ذات تيار نفعي وتيار مصلحي، وكل واحد تبنى فكرة. واحد قال أنا جهوي باش يقنع نفسه وهدف تاعه، حط جهة واحد من اللي عنده أجندات اللي حكى عليه الأستاذ سميح وقال له شو رايك تبنى الفكرة هذه؟ قال له تفضل بس ادعمني، ندعمك سياسيا وندعمك مانيا. قعد ماسك سلاحه وتبنى فكرة جهوية، الآخر تبنى فكرة عقائدية، الآخر تبنى من يدفع، لأن ممكن أهل الطلاب بس يعرفوا المشهد هذا، مرة فلان معي هذا، مرة يقلب هنا، مرة يغير طارق هنا، قريب يدوخ ومش فاهمين شيء مساكين. هذا واقع اللي ما تحكي لي عليه، هذا ما ندورش نحط مني على جنب كأسماء. لكن السؤال اللي محيرني الآن مش هذولا، أنا والله اليوم راني طالع والله ما مدور هذولا، لم دور نقول لك هذا قاعدة وهذا عارفين واللي مين. أنا مدوخني من؟ أنا من هم اللي مازال يصفق، اللي مازال جاي يقول لك عيال بنغازي. قلت لك عدي الكودر، ما عيال بنغازي في مصيف الأمانة، ما هم قاعدين في مصراتها في قهوة الديوانية، ما نبوش سم يشرين عاد. نحن عارفين كيف حركات مرة جماعة يطلعوا أنت اللي داير مش عارف شنوني، ما نحبوش نديروا الكلام هذا نحن. لكن تعدوا شوفوهم قاعدين، من هذول؟ هذول أصحاب فكر. أنا نقول لك رأي كلامي واضح لما بدري أنت سألتني سؤال رأي مهم جدا لما قلت لي هل هي حرب جهوية أو فكرية؟ لما ناس سلطت وما زلت حنسلط مطلوب موقف من أهالي هؤلاء الشباب. إن شاء الله طالع منكم 100 نفر 50، أنت مطلوب كمنطقة بشكل عام بيّن موقفك منهم. إن شاء الله تطلع لي بيان مغص مباشر بس نعرفك من لهجتك، أكتب بيان أطلع قول هذا ما يمثلنيش، تقوليش قبضة أمنية، ما تقوليش تو يخشوا يدقوا علي الحوش. دي أحد المتعقلين علي علي علي، انا ما حضرتش حديث السيد هم زعلانين توا، لان السيد احمد مصاري قالوا نقل عنا بان قال نحن مجتمع قبلي هكذا حسب ما وردني، انا ما سمعتش الحق. وقال ان اللي جاي منا معنا اللي جاي منا حد يتحمل مسؤوليته. زعلانين ناس نعرفهم عقلاء كانوا او يدعوا العقلانيه وشي يقول لك معناه نأمن أرواحنا وحدود الخطاب جهوي بعد ما كان يدوي معايا يدوي بخطاب المعتدل وضد هذه الميليشيات وحدود اقليم طرابلس راس لانوف هاي توا في لحظة عشان نقل فلان على فلان قال فسرها كيف ما يبي، بدل ما يقول نعم، بدل ما يشوهونا هذولا، بدل ما يحطونا في المحط فلنتحمل مسؤولياتنا وندير. لا القى اسهل نقول الكلمتين هذينا، انا هيك سجلت موقف ورضيت نفسي. هؤلاء الناس اللي يهموني نعم المطبلين لهذه الميليشيات، يا أخي مش قادر تقول كلمة لا في وجهه اصمت تسكت، وبعدها تقول لا هذا ما يمثلونش. يا راتطلع ملثم تو نعرفوك حتى من لاجتك، اطلع قربيان 10 أنفار. تريد موقف من من المدن اللي فيها عناصر الآن من أعيان مدينة مصراتة، لكن زاوية مصراتة عند اسمحني فقط في مظاهرات خرجت في مصراتة تؤيد هذا التحرك كذلك، يعني أنت تريد موقف آخر من أشخاص آخرين غير إبراهيم بن غشير رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة الذي طالب أهل المنطقة الشرقية باستقبال أبناء مدينة بنغازي العائدين لتحريرها؟ نعم هذا مضحك إنه هو قال طالب بتحرير مدينة بنغازي من؟ هم اللي عندك هذول عرب بنغازي نجلوا نحن هذول غرب. وبعدين كأنك تحكوا على على المهجر والظالم، ما سألتوش نفسكم عن الناس المهجرة اللي من 2014 خذت وجوهها، اللي تم الاقل واحد تم يفنصوا فيه والله يدزوا على المسنجر ولا على رساله، هذا كل كانهم يعني ما عندهمش هل ما فكرتوش فيهم. خلوني موضوع تورغه مانيش داوي فيه، حس الناس استهلاك وحشام هل تورغه يقولوا تجربينا نحن، والله انا اترفع على هذا الموضوع مش داوي فيه، وقضيه دولت وكل واحد حياخذ حقه. الناس هذا كولا اللي كانوا بالعلن هذو القادة اللي تكلموا عليهم انهم هاربين اللي خاشين على معسكر ومعسكرات المؤسسات اللي منضمت اذا كانت حسابات ثورجية، معسكر الصاعقة اللي ساهم في عمليات الاحداث في بداية 2011 واقف قدامه يا ثائر انت وياه اللي قالين تو ردوا عليه وتقرأ في بيان تحريرها من الطواغيت، هذا المصطلح القاعدي هذا المصطلح التطرف، هل هؤلاء ابنائكم؟ اذا كانوا هذول ابنائكم وتشوفوهم ابناء بنغازي ليش ما تحتضنوش فيهم؟ ليش دركتوهم امنيا غادي؟
في طرابلس وفي مصراتة ولحقتهم باش تجبرهم يشوا الجفرة، بعدها يتم حملهم تحميلهم السلاح وعدي روح معاش عندك باب، يا تجي مصراتة يا تجي طرابلس يا نضايقوك. لكن عيال أقاربكم وأقارب أقاربكم واللي يدفعوا واللي هني قاعدين في كود وأنا قاعدين في الأمان قاعدين هذا ما قربتهمش، لكن جيتوا ضيقتوا على على الدراويش اللي غررتوا بهم المصطلح اللي باش استخدم حتى هو للأسف إنه متداول ممكن باش يفهم، وورطوهم هنا في عالم في بنغازي خلطوهم، وممكن في ناس أخرى عندنا عين ملاحظات حتى مش جيب بنغازي حتى هم داروا نوع من العبث واستغلوا الكرامة في تنفع وتصفية حسابات شخصية، لأن هذا طبع الأعرابي لما يحصل سلاح يبدأ يصفي حساب شخصية، أنت مشكلتك ما وتعرف خصمك، لكن ما تجي ترفع سلاح على 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 هالبنغازي كله متهدد وكأنه ما يدله، وتعرف أن هالبنغازي لهم موقف من هذه المجموعات كيف لهم موقف مع مع أي مجموعات أخرى ممكن تعبث في في مدينة بنغازي. نحن وأعتقد أن آخر حراكات في مدينة بنغازي وليلى الآن مستمرة ضد هذه الممارسات وغيرها، لكن انك تدعي انك انت بتحمي روحك بسلاح عمره ما حمينا بسلاح، وانت تعرف انك يوم اللي هجمتهم المتظاهرين قدام تبستي عده مرات يوم بجلاطينه ويوم بني ما عمرناش كتيار مدني طلبنا برفع السلاح، انتم من ارغمتونا بحمل السلاح بعد دعم القوات المسلحه بشكل علني وعبيد كرامه عندما دخلتوا على كنا نطالب، لكن كعمليات حربيه دعموها الناس بعد ما دخلتوا ومسيتوا اللي اهل بنغازي باعتداءكم من معسكرات الصاعقه، وانتم طيب. تعرفوا اكثر شيء ماذا تمثل معسكرات الصاعقه بمدينه بنغازي. اعود اليك استاذ سميح الاطرش، اذا ونحن نتحدث على هجوم رابع هذه المره يستهدف منطقه الهلال النفطي. الجيش بعد تحريره للموانئ سلمها لحرس المنشآت النفطية، زادت وتيرة عمليات التصدير حتى بلغت 700 ألف برميل يوميا. المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي التي تشرف على عمليات التصدير كذلك. ما هي الحجة التي يعني يتحجج بها هؤلاء من أجل شن هذا الهجوم الآن؟ وهل تعتقد أنه المغذي لهذه الحرب هي شعارات أو هي أمور عقائدية أم بعد إيديولوجي أو جهوي؟ أستاذ أحمد يعني باش نقعد صريح معك كما يعني تعود دائما بإذن الله حتى في حياة الإنسان الشخصية هو دائما واضح أن نعتقد أن في أشياء لو تربطها ببعضها بأحداث نعتقد أنها خطيرة جدا. يعني لما نجيك هنا ونقول لك السيدة هذه سهام سرقيوة بقرار من أحمد معيتيك انتقلت إلى الولايات المتحدة على رأس وفد نسائي ضخم كويس، فحقيقة دير عندي علم استفهامنا اللي أنت عضوة برلمان وأحمد معتيق لا شرعية له لا قانونية ولا دستورية كويس، وجي كذلك رقم اثنين محمد شعيب وهو رجل قانون ونفاجأ أنه موجود مع السيد السراج في روسيا وقاعد جالس على في نفس الجلسة الرسمية اللي هي مع وزير الخارجية الروسي، فحقيقة علامة استفهام أخرى. لما نلاحظ نحن أن بدأت الحقول النفطية يتم المساس بها من أمتى؟ من أمتى؟ إذا كان التواريخ تعني عندك حاجة من بداية اتفاق الصخيرات، وهذه العوبة الكبيرة اللي ضحكوا بها على الشعب الليبي. إذا كان نحن نعالج المشكلة فقلناها كم من أول يوم نتذكر في هذه المحطة الكريمة قلناها كم أن أمام البرلمان حلين، يا يتحمل مسؤولياته ويقولنا موافق على الصخيرات ويدفع الثمن أمام الشعب الليبي، يا إما أنه هو يقولنا لا أوافق على اتفاق الصخيرات ولا أدرجها هذه الاتفاقية في الإعلان الدستوري المؤقت، ولكن نقعد بندينج معلق أنا كويس من لجنة حوار وتجتمعوا وجينا في حلقة سابقة من حوالي أسبوعين ولا غيره ولا أسبوع وقلنا إن يا جماعة الحوار هذا مع من وشنو القواعد بتاعه وليش ماشيين في هذه القصة ليه؟ ليش تضيعوا من عمر الشعب الليبي عامين ضيعتوهم حضيعوا له عوام قدام؟ هذا ثمن من أثمانها اللي ندفعه في توه ثمن من أثمانها، إن نحن نقولوا 700 ألف برميل نطلعوا فيه كويس، ألا تعتقد إن في ناس تتضرر من هذه المعلومات؟ ما عندكش أنت خصوم في هذه الدولة أبدا؟ ما عندكش ناس تبحث فيك وتبي توزع روحها وتبي تنتشر في هذه الدولة اللي عدد سكانها مليون مليون بس وكل واحد عنده خمسة ولا عنده ست عيال معناها ستة مليون عندنا احنا، هذه الحقيقة بتاعها. انه يبقى السيد خلال محطتكم الكريمة السيد علي الحبري علي الحبري لا. وتصريحاته كانت خطيرة تصريحاته خطيرة، ألا يعني هذا شيء عندك انه في مشكلة عندنا؟ فبالتالي السيد الكبير وهو بيت القصيد وهو الأداء الرأس المدبر والرأس اللي هذا الخزنة عنده الفلوس عنده الإمكانيات عنده ويمول بناس محتاجة لمبلغ مالي، ناس محتاجة لفلوس، شباب محتاجين لفلوس
وعدوا الشباب ان نهضة الشباب وانتزوا كان في مؤتمرات وفي ندوات وفي اسمها هذه اعداد وغيرها وتطوير ولم يحدث شيء منه. اذا صار لهم احباط كله. تو حاليا احنا بنقول لهم يا شعب الليبي انتبهوا احذروا خليكم حريصين رغم يضحكوا عليكم ننتبهوا نحن. فاذا كان البرلمان جات عليه ان هو ينقذ هذا الوطن ويجي من البيضة المدينة السلام البيضة المدينة الكريمة المدينة الفاضلة مدينة الاصالة وترجع مش الأصالة اللي هي الأصالة يعني يتمتعوا بالأخلاق الراقية وبالكرم وبالجود وبغيرها إنه يجوا لمدينة بنغازي. لا بأس ما تجيش البنغازي. أنتوا بايعين رخيصة جماعة البرلمان بيعوها رخيصة بايعين رخيصة هذه حقيقة ويزعلوا منا. نحن يقول ليش تهجم علينا؟ أنا ما نهجمش عليك أنا حبيتك أنا اللي صوت لك أنا اللي حطيت صبعي في الحبر وفرحان به وما بيناش ندعكوا حد. تفضلوا عدوا لكن نفاجئ انكم انتم دزوا محمد شعيب غادي شنو الموقف اللي خداه السيد رئيس البرلمان والاعضاء بتاعها الشرفاء اللي نعرفهم وينهم؟ ليش ما ياخذوش اجراء فيه؟ اسمح لي فقط سهام سرقي ونفس الوضعيه. طيب انا استقبل الان الشيخ يحمل كله يقعد على الجيش الليبي فقط يعني والشرطه الليبيه. الشيخ محمد ادريس المغربي احد اعيان قبيله او احد مشائخ قبيله المغاربه. شيخ محمد اهلا بك. الشيخ محمد إدريس المغربي أحد أعيان قبيلة المغاربة. شيخ محمد أنت معي؟ طيب شيخ محمد إدريس المغربي أحد أعيان قبيلة المغاربة يبدو أنه الاتصال غير جاهز معه سوف نحاول الاتصال به مجددا. أعود إليك أستاذ عصام التاجوري. الكثير يتحدث الآن ويقول أنه ربما هناك ضوء أخضر دولي هو الذي سمح لهؤلاء بالتحرك الآن للمرة الرابعة. أعتقد بأن التحرك في مساحات شاسعة كالمنطقة منطقة الهلال النفطي ما يغيبش على حد أو متابع لأي وضع مثل هذه التحركات ما لم يكن له دعم لوجستي حتى لو كان بطائرات استطلاع أو معلومات استخباراتية قوية ودعم طعم مادي قوي يعني جاهل من ينكر بذلك أن يوجد أيادي خارجية واضحة المعالم على مثل هذه العمليات ثبتت عديد المرات سواء من في عديد المواجهات السابقة بأن كان دائما هناك دعم ودليل ذلك الآن تفتح قنوات دولية داعمة لمعرض التيار الإسلامي السياسي أو داعمة للتطرف تتردها تكتب في حصري يعني قضيتها يعني تنقل هذا الحدث بأن بأحاسيسها قبل أقلامها بالتالي يؤكد لك بأن ما هذا الموضوع. أيضا لاحظ الصمت الدولي يبدو أن اللعبة نوعا ما دولت هذه المرة رغم أنهم يوم من الأيام عندما دخلت المؤسسة العسكرية بدون قطرة دم واحدة تسابق العالم يندد صحيح. ويطالب بالتسليم و الآن مجموعات مجهولة الهوية رفضها المجلس الرئاسي في بيانه لفظتها حكومة الإنقاذ لفظها وزير الدفاع. أنا أتكلم على الشكلية نحن كبيانات معلنة لم يخرج المجتمع الدولي يقول أن هؤلاء المجموعات من يكونون. هذا يؤكد بأن اللعبة ذات طابع دولي هناك من يريد إحراج الموقف عفوا تأزيم الموقف في ليبيا. وجهة هذه المجموعات كمتطرفة العادة هذا يعني دائما على فكرة ما تحاولوش تعزلوا ليبيا على المجتمع الخارجي. طيب ديما لما تجد التطرف تجد دائما يبحث عن المسار الداخلي متاعه تنظيم قاعدة. هذه المرة عصام تجوري هذه المرة نتحدث عن تنظيم قاعدة وأنت أشرت إلى تنظيم قاعدة هو الذي يتحرك على فكرة كيف يمكن للمجتمع الدولي أو بعض الدول الغربية أن تدعم تنظيم قاعدة للهجوم على الموانئ أدواتها من هي جبهة النصرة؟ من كان أبو مصعب الزرقاوي وغيره 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 في العراق بعد ذلك انتقلوا غيره أو لمس كيف يتبروا من فكر متطرف والعالم كله يعرف يقول لك مازال معارضة مسلحة شنو الحجة يدعمونه بعد يقول لك المعارضة المسلحة المعتدلة مثلا الخطاب في سوريا هم عارف من يقصد معارضة يضحوا بعضهم طبعا جماعة القاعدة عندهم اتصالات اعتبروا نفسهم متطرفين والاخوان يجي يقولهم هذول عيالنا بس راهم متطرفين اعطونا سلاح وقوونا عليهم حطينهم من قدام موت وبعدين احنا حصلحونا تنقضوا عليهم هكذا. عفوا انا استقبل اعتذر منك استقبل الشيخ محمد دريس المغربي احد اعيان قبيلة المغاربة. شيخ محمد اهلا بك. اهلا بك سيدي الكريم. كيف تتابع قبيلة المغاربة هذه الاحداث الجارية الان والهجوم الارهابي على منطقة الهلال النفطي؟ أولا أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. أهلا.
ثانيا ترحموا على الشهداء الذين استشهدوا في الدفاع عن الوطن وعن التراب. قبيلة المغاربة كقبائل كأحد قبائل ليبيا بصفة عامة والهلال النفطي بصفة خاصة فهي تابع بما يجري في المواني وفي المنطقة التي هي لها النصيب الأكبر في التواجد فيها. قبيلة المغاربة معروفة طبعا بجهادها وبوقوفها مع الوطن دائما دائما لن تنحاز إلا للوطن. قبيلة المغاربة كان رأيها من بداية الكرامة وبالتالي هي أعلنت المحاربة الإرهاب أينما كان وحيثما وجد، وأن قبيلة المغاربة قاعدة بإذن الله تعالى على موقفها ثابت، وأن أي شخص يتبلى أن يحكي عن قبيلة المغاربة هذا مرفوض شكلا وموضوعا. قبيلة المغاربة قالت كلمتها عن طريق شيخ الباشا صالح لطيوش، وقبيلة المغاربة كان لها موقف وطني ولما اشتدت الأمور انحازت للوطن وبالتالي سلكت وخلصت مقدرات الشعب الليبي التي كانت تحت سيطرة الكثير من الإرهابيين. فقبيلة المغاربة قبيلة زي قبائل منطقة جدابية بصفة عامة، وبهذه المناسبة أحيي كل سكان جدابية ونواحيها والشباب المساند والواقف الآن. أنا كنت موجود في البريغة بالأمس وقد حضرت إلى بنغازي اليوم، وبالتالي نحن مع جيشنا ونؤيد جيشنا، وبالتالي نستنكر أي عمل وأي بيان من أي شخص لا يمثل قبيلة المغاربة. فنحن موقفنا ثابت وموقفنا عم الوطن وننحاز عم الوطن، وبالتالي لا نرضى بأي كلام غير هذا الكلام. احنا قد اعلنا في اجتماعنا في جديداية انحيازنا الوطن وحولنا كثير من ابنائنا الذين كانوا مقرر بهم والذين كانت تشتريهم العصابات التي تمتلك المال والسلاح. وبالتالي كل من يدعي ان سرايا بنغازي نحن أهل بنغازي وموجودين فيها، إذا كان فعلا في مصداقية أنا من بنغازي يتفضلوا، بنغازي مفتوحة للسكن، مفتوحة لكل راحة المواطن، ليس للإرهاب. هؤلاء لا يريدون استقرار ليبيا ولا بنغازي ولا الهلال النفطي. نحن سلمنا الهلال النفطي للمؤسسة الوطنية للنفط وهي التي طيب شيخ محمد رئيس المغرب يبقى معي لو سمحت لي، ينضم إلي الآن العميد محمد المفورة أمر غرفة عمليات سلاح الجو. سيادة العميد أهلا بك. أهلا وسهلا. كيف تسير العمليات العسكرية الآن ودور سلاح الجو في استهداف الجماعات الإرهابية في منطقة الهلال النفطي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أولا نحييكم ونحيي أهلنا في شرق ليبيا وفي كل أنحاء ليبيا. طبعا كما شفتم في الأيام الماضية قوى البغي والعدوان تكالبت على منطقتنا من جميع الأنحاء ليبيا ومن الخارج، من الذين باعوا أنفسهم في منطقتنا ومن غيرهم، ولكن سيرجعون بإذن الله خائبين لأن قواتنا المسلحة على هبة الاستعداد وهي تحت قيادة سيطرة وقيادة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. نحن لا نرتضي حكم الميليشيات ولا نرتضي أن تكون ليبيا مصيرها في يد الميليشيات. هذه القوات تدفقت في الأيام الماضية على الهلال النفطي، فعلا دخلت السدرة ورأس الألوف ولكنها لم تهنأ، وجهنا عدة ضربات لها في الهلال النفطي. كان عندنا أول يوم 14 طلعة نفذت في بالنهار وتسع طلعات بالليل. أيضا هذا اليوم نفذنا ضربات كانت موجعة ضد تجمعات المعارضة الشادية. نعرف إن المعارضة الشادية شاركت لأنها قد أخذت أموال
من الأموال التي جاءت للجنة الأزمة في براك في 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 جفرة، وهذا هذا شيء سيتم الحساب فيه. كذلك مجلس الشورى قد أعلنوا أن بعض القوى الأخرى الانضمام إليهم والدفاع عنهم. فالبنيان المرصوص يقولون إن بنغازي هي مدينة تهمهم، نحن نقول لهم أيضا إن مصراتة أيضا مدينة تهمنا، وسوف نرى ماذا نفعل مثل ما يفعلون، ونقول لهم إن غدا لنظره قريب. البقاحة أصبحت على وجوه الجميع، ونحن سنقول ونقول ونسمي الأشياء بمسمياتها، فلينتظرونا، فإننا نحن القادمون الحقيقيون. نحن من هذه القبائل التي انحدرت من بني هلال وبني سليم، نحن من هذه القبائل التي دخلت العقيلة والبريقة والمقرون دفاعا عن هذه الأرض، نحن أبناؤهم وأحفادهم. نحن لم نحتسي الخمر مع غريسياني أبدا، نحن قاتلنا غريسياني حتى شنق أجدادنا على المشانق العز والشرف في 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 سلوب، وهم كانوا في مواخير العار. هذه المنطقة عصية عليهم جميعا. نعلم إن 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 حمد الحسناوي قيل أنه قد جاء، وبحر والبحر ما لا أدري ماذا اسمه، ولكن هناك في اسمه بحر، ولكن كلهم جميعا مرتزقة. نقول لهم إننا ننتظرهم، سنقاتلهم، ولدينا كل وسائل الدفاع عن ليبيا جميعا. الآن فعلا نحن ندافع عن هذه البقعة التي تمثل ممكن أكثر من الثلث قليلا، ولكن نحن ندافع عن كل ليبيا. نحن الجيش الذي نحارب به يمثل كل الليبيين، لا نفرق بين قبائل، ليس لدينا فرق بين من هم أزلام وهم ليسوا أزلام. كلمة أزلام تعني أن أنصار، إذا كان ذلك فنحن أنصار ليبيا، نحن لسنا أنصار ولا أزلام قطر ولا الناتو ولا الدول الغربية ولا الدول الشرقية. نحن نمثل تاريخ عريق، نمثل ليبيا، سندافع عنها، وسيرون في الأيام القادمة من الغد بإذن الله سينظرون أشياء لم يروها، وستكون يدنا قريبة عن وجوههم. نحن نقول لهم كفوا أيديكم، فإن أيدينا لن ترجع إلا على أنوفكم. طيب سيادة العميد، تؤكد هذه المرة أنه لن يكون مصير هؤلاء كالمرات السابقة، ثلاث مرات أو ثلاث محاولات في كل مرة تقومون بتدمير أرتالهم وردهم على أعقابهم. هذه المرة المعركة التي بدأت في الهلال النفطي لن تنتهي في الهلال النفطي، وأنتم جاهزون وقادرون على استهداف أماكن انطلاق هذه الجماعات الإرهابية. المرة الخامسة يا سيدي الفاضل، والمجتمع الدولي ينظر، المجتمع الدولي الذي جاء سنة 2011 من أجل حماية المدنيين لا نراه اليوم. لا وجود لشيء اسمه المجتمع المدني، المجتمع الدولي. نحن نقول إننا نحترم المواثيق الدولية، ولكننا سنقاتل بقوة من أجل أن تحترمنا هذه المواثيق الدولية. نحن لا نفرط في وطننا. نحن سنردهم هذه المرة الخامسة من شروق ليبيا، وهم يعلمون كم كانت قتلاهم، وكم كانوا يكذبون ويقولون إن فلان ابنه فقد وفلان ابنه موجود في السجن. لا وجود لأحد من هؤلاء في السجن، كلهم الذين جاءوا غزاة كلهم تحت التراب. يعني أي شخص جاء غازيا إلى هذه الأرض فمصيره تحت التراب، وليقوم أهلهم بعمل العزاء له. نحن حتى ما فعلوه مع الطاقم الطائرة الشركسي الذي رقص على 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 جثة الطيار ويقول هذا مؤمن ولم يكن مؤمن، ولكن
كان ابن عمه وزميله وابن وطني وهو مجاهد مثله، نقول له إنك مثل التي ترقص على صدر الأسود، وإن الأسود ستبقى أسود والكلاب ستبقى كلاب. سيادة العميد، يعني المشير القائد العام ل أن هذه المعركة لن تنتهي في منطقة الهلال النفطي، وأن مناطق ربما أخرى سوف تمتد إليها المعارك بعد تحرير منطقة الهلال النفطي، ما المقصود بذلك؟ أولا نحن رهن إشارة السيد المشير القائد العام للقوات المسلحة وطوع أمره وبنانه، نحن ننفذ الأوامر، نحن عسكريون كما تدربنا من الكلية، ونحن الذين أقسمنا إننا لن نخون أوطاننا وسندافع عن أوطاننا وإننا لن نلقي سلاحنا قط حتى نذوق الموت. إنما قاله المشير هذا أمر يخص القيادة العامة، ولكن نحن كضباط صغار على الوحدات الصغيرة ما علينا إلا الطاعة والتنفيذ. نحن تعلمنا الطاعة العمياء، الطاعة العمياء من أجل الدفاع عن الوطن. طيب سيادة العميد، أين يتمركز الإرهابيون الآن؟ نحن نعلم تمركزاتهم وسوف نفاجئهم هذه الليلة وسوف نفاجئهم صباحا ولن نقول أين هم. طيب أشكرك سيادة العميد محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو، إذن يتحدث بثقة كاملة في قدرة القوات المسلحة على حسم المعركة قريبا، ويتحدث أن المعركة لن تتوقف فقط عند منطقة الهلال النفطي، وهم قادرون على اصطياد هؤلاء الإرهابيين في أماكن انطلاقهم أو من أماكن انطلاقهم. أعود إلى الشيخ محمد إدريس المغربي أحد أعيان المغاربة. الآن عندما نتحدث الشيخ محمد إدريس، هل أنت معي بداية؟ نعم. عندما نتحدث أو نشاهد صور لأحد أشقاء الجدران الآن، أو يتحدث البعض أنه ربما في عناصر أخرى داعمة للجدران تتحرك إلى جانب عناصر تنظيم القاعدة وميليشيات من مصراتة باتجاه منطقة الهلال النفطي، هنا مرة أخرى يتجدد السؤال عن التركيبة الاجتماعية والقبلية في المنطقة، هل تتبرؤون من هؤلاء المشاركين في هذا الهجوم على منطقة الهلال النفطي أم لا؟ سيدي الكريم، أنت تعلم وأنت خير من يعرف حق المعرفة أن هؤلاء لهم أجندة ولهم تيارات ولهم قناعات ولهم جماعات منتميين إليها، وبالتالي هؤلاء لا يؤمنوا بالقبيلة ولا يؤمنوا حتى بحدودية الأرض، فهذول لهم قناعاتهم الخاصة، وبالتالي ما همش في طوع لا القبيلة ولا العائلة ولا غيرها، هذول قناعاتهم هي اللي وصلتهم إلى هالدرجة اللي موجودين، سواء كانوا في الهلال النفطي سواء كان في العراق سواء كانوا في أفغانستان، هؤلاء ناس لهم قناعات ولهم تيارات ينتموا إليها، وبالتالي الناس لا يمكن أن ترضى بعمل هؤلاء سواء كان من قريب أو من بعيد. فأنت تعرف حق المعرفة من هذه، وقضية المغاربة موجودة بضباطها وبجنودها وبشبابها المساند وبما تملك من قوة بشرية وإلا قوة يعني موجودة عندها، فهي منحازة للوطن ولا يؤثر فيها لا فرد ولا اثنين ولا عشرة ولا ثلاثة في مسارها وفي توجهها وفي ما تنويه للوطن من خير. لكن تؤكد الشيخ محمد إدريس المغربي على أن قبيلة المغاربة كباقي القبائل الليبية الأخرى هي مستمرة في رفع الغطاء الاجتماعي على هؤلاء الإرهابيين أو المشاركين في عملية الهجوم على منطقة الهلال. لا شك في ذلك، احنا رفعنا من زمان صحيح، لكن يفترض ان حتى المدن الاخرى تحرك وترفع القطاع الاجتماعي لم يرفع حتى على من حرق مقدرات الشعب الليبي سواء كان في النفط ولا المطار ولا غيره ولا كذا. احنا من بداية الكرامة اعلنا انحيازنا كقبيلة الى الكرامة والى محاربة الارهاب، وبالتالي أي حالة شاذة عن القبيلة
تعتبر القبيلة في حل بنها، وبالتالي هذا أمر تحصيل حاصل يعني لا شك في ذلك. نعم الشيخ محمد إدريس المغربي أحد مشائخ قبيلة المغاربة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نتوقف الآن مع فاصل قصير ثم يتجدد اللقاء، تفضلوا بقائمة. تحية لشهدائنا الأبرار في الفردوس الأعلى، تحية لأمهاتهم وأزواجهم وبنيهم، وأن جيشه الذي اكتفى بالتصدي أكثر من مرة لعصابات المجرمين الحالمين بالعودة للسيطرة على موانيه وحقوله النفطية وردهم على أعقابهم مهزومين مدحورين، قد قطع على نفسه العهد بأنه سيلاحقهم إلى داخل بيوتهم إذا ما تجرأوا وأعادوا الكرة مرة أخرى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وأجدد الترحيب بضيوفي في هذه الحلقة مرة أخرى. أنتقل للأستاذ سميح الأطرش المحامي أمام المحكمة العليا. أستاذ سميح، منذ قليل كنا نتحدث عن دعم دولي، عندما نشير إلى دعم دولي الآن تحرك كبير من قبل هذه الميليشيات للمرة الخامسة كما أكد لنا العميد محمد المنفور الآن، إذا نتحدث عن دعم دولي قوي وتحديدا من هي الدول التي تشارك في دعم هؤلاء الإرهابيين؟ دول اعتقد انها اصبحت واضحه العمليه، يعني ان دوله قطر، دوله تركيا، بعض كذلك الدول الاوروبيه، اوكرانيا وفيرجينيا والمدينه اللي حتى هي جاره لها، فانا اعتقد ان كلها بيستورد منها اسلحه وزودوا بمدرعات وبسريعه وحديثه جدا، وكذلك ذخائر، وناس جاهزين، يعني جاهزين بالفلوس بتاع الكبير، فلوس الكبير عطاها للميليشيات، الميليشيات هم اللي شروا بها من الخارج وغيره، سواء دولار سواء عملة أخرى أجنبية، وحضروا بها إلى الهلال النفطي، ولها مقابل طبعا ولها أثمان، كلها لها أثمان، فيش حاجة بلاش في الـ في الـ في الـ الشكل السياسي هذا اللي هو نشوفه فيه نحن كليبيين بسطاء، حقيقة بسطاء، نحن لا نستوعب ماذا يدور في الخفاء وفي دقائق الأمور كويس، ولكن أي عمل إرهابي، أي حد معاه سلاح، أي حد معاه دبابة، أي حد معاه دو، أي حد معاه تويوتا كويس، ومفروض اللي بين يرفعوا دعوة على شركة التويوتا هذه اللي جابت إنها الدوشكات اللي كل واحد منهم مقلع وماشي على هالقطران هاد عليها، واحد يمين واحد يسار، حقيقة مهزلة وصلنا لها، والمواطن الليبي يدفع في ثمن. نبي نقول كمان نسائنا ورجالنا وشيوخنا هذول شن ذنبهم وأطفالنا، شن توقع منهم؟ اللي درتوه حيندر فيك، اللي تعملوا فيه سيفعل فيك، لن تصلوا إلى مبتغاكم، انتهى يوم معمر قذافي، انتهى، انتهت الدنيا كلها خلاص، انتهى، عد يعيد بناء دولة بتاعك، امشي، عد يشتغل، عد يعمل، مدرس مدرس وطبيب طبيب والمحامي محامي، وين احنا اللي قاعد في مكان معاش بيسيبه، اللي قاعد في 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 في, في هذا معاش بيسيبه، لا في منصب سياسي، من اللي سيبه؟ استاذ احمد القماطي والساده المشاهدين ادرى، حلفتكم برب دين ورقه بس، المؤتمر الوطني سيب والله ما سيب، المجلس الانتقالي سيب والله ما سيب، ما زال يطلع انت وعضو مجلس الانتقالي السابق عليك سنور تعرفه هي مسكين، هذا غلط، هذا غلط يا ساده، يا ساده انا والله ما درتوا حاجه كلكم، خير ما تدوا بعدين حقائق تطلع فضيحه الكم كلكم، انتم خلاص كملتوا دوركم، شكر الله وسعيكم، انتهيتوا، ارجعوا لاعمالكم، نبوا طبيب ونبوا مهندس ونبوا اعمار ونبوا بناء دوله، لكن مش جاي نبات المغادرة بعدين خدت النفط عندك انت، هل الانجليز والامريكان والفرنسويه حيسيبوك غادي؟ والله لا، والله يحلبوك انت ويحلبوا النفط اللي تحت كرعيك، هذا كله خير الليبيين. اذا 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 العالم برا يا استاذ احمد ليس هدف الشعب الليبي ولا هدف ليبيا، هدف خيرات ليبيا، الارض اللي لوطه من ذهب ومن يورانيوم ومن نيازك من 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 من, من السماء نازله في ليبيا، وجبال من الذهب يا استاذ احمد، وارصده ملايين مليارات اللي مليارات موجوده برا، يجري عليها السيد من؟ السيد اللي البرلمان قاعد يسعى انه يحوار معاه ويجلسوا معاه. هذا كله اخطاء كبيره وقعوا فيها وندفع في ثمنها نحن كمواطن بسيط لا نفهم لا في سياسه لا في كذا، لا نفهم فيها.
نفهم انا ان نبي الحد الادنى من معيشتي مرتبي خلاص اصبح ادفع لي توا ليبيا ماشيه بيدفع لي يا استاذ احمد وين الفلوس وحشان الفلوس تبي الحق والخضره هذه نبي نشوفوه والله ادفع لي خش هنا تدفع لي هناك يدفع لي شان مازل اللي وصلتونا لها انتم والجيش حمل عليه قدك ولكن الجيش لن اتحدث عليه لان الجيش عارف شغله كويس ويعرف شنو يقوم بمهمه شنو العمل اللي يكلف به الجيش عارف سيد محمد المنفور الجيش عارف شغله كويس استاذ سميح الاطرش وتثق في قدره القوات المسلحه على صد وردع هذه الجماعات الارهابيه في هجومها الان على منطقه الهلال نعم من غير شك انا واثق جدا من الجيش بتاعي لان الجيش هذا هو الجيش الليبي الحقيقي هو الجيش السلوسي الممتد بعدين الى الجيش الليبي بكامل صنوفه بالكامل ونعتقد انه اهل للمعارك ولا يستطيع كذلك حتى الشباب اللي جايين ان يواجهوا هذا الجيش حتى بالسودين حتى بالتشاديه حتى بالافارقه كلهم يجوا لن يصلوا الى اي حل فالجيش الليبي سيتغلب باذن الله تعالى وهذا يطمن بها الشعب الليبي وانا عارف انه عندهم اكثر ما عندنا ان نحن الجيش الليبي جيش يعني ولاء لله وإلى وطن إلى ليبيا طيب. لا يبحث على أي مراكز وظيفية نعم. ولا غيرها وهذا ما نشهد به الليبيين كلهم من 17/2/2011 طيب. كان يقولوا نبوا نحن جيش ونبوا شرطة اللي قاعدين لك توا مسكين لك توا ونحن جايين بوابات فيك مدينة بنغازي كلها شنو السبب تاعها هذا دورك غصب عنك تبي تحميني غصب عنك توفر لي حمايتي في الشارع الجيش يوفر لك الحماية ضد أي واحد رفع سلاح عليك أي واحد أي كان في الداخل في داخل المدينه ولا خارج المدينه اما جيني برتالك تفرج عليك ولا ندي لك سيمافور ويقول لك تفضل خش انت خش على من انت كيف ما اشار لك السيد محمد يوسف المغربي ولا السيد الاخر الاستاذ الفاضل العميد محمد المنفور قال لك صراحه ستنتهوا منتي مش حتكونوا افضل من معمر القذافي يعني ما فيش دروس في التاريخ اللي استفيدوا منها يا استاذ احمد القماطي ساده المشاهدين ادرى عشتوها كلكم لا احد يزايد كلكم عشتوها معمر بأجهزته وبغيره لم يستطيع أن يعالج أزماته وانتهى ونظام انتهى هذه حقيقة بتاعها ما يزعلش منها حد دينا 40 عام خلاص كملنا نعم في بعض المشاهدين أستاذ أو بعض المواطنين الليبيين أستاذ عصام التجوري تنتابه بعض الهواجس والمخاوف من هذا الهجوم الكلمة التي توجهها لهذه الشريحة تحديدا وهل أنت واثق تمام الثقة في قدرة الجيش على حسم المعركة لصالحة وإعادة منطقة الهلال النفطية إلى حضن الدولة هو تحديدا دعني أقول لك أن بالنسبة للمؤسسة العسكرية أنا شخصت الحالة عن قرب يعني وصلت على تواصل حتى ببعض الناس نسألوا كيف هالعادة نحاول نسألوا على المعلومة من مصادرها باش تكونني فما لقيتش إلا مصطلح واحد هذه المجموعات استحضرت هذا أبنائكم في القوات المسلحة والقوة الشعبية مساندة روح الأسود يكفي أن أصف لك وهل يتخيلهم بعد ذلك ما هي معنى ما هي روح الأسد عندما تعود إليه فترة لنا سنتين في فتور نوعا ما ملينا من حرب شوارع وكذا وطولت شوي روتين المعركة روتينية نوضته شيء واجد ولا يشبه اللي حضر جن يعرف يصرفه مثل المصري وكفل المؤمنين شر قتال للأسف إحنا نتحدث كأصبحنا على, على, على الموت وعلى القتل وكأن أمر سهل وعادي لكن أصبح أكرهنا على الحديث في هذه الأمور أكرهنا بسبب حزب الكنبة اللي تو يسمعوا فينا أنا نعرف أن أكثر متابعين هم حزب الكنبة تحملوا مني الكلام هذا لأن عليهم اللومة الكبيرة حزب الكنبة اللي هم المحايدين المواطنين العاديين المواطن اللي يقول أنا مواطن بسيط في الصراعات اللي يقول أنا مواطن بسيط أنا تستفز فيه وكأني أنا مواطن من درجة غير وهو درجة غير نحن كلنا مكلفين لما نصب على طابور المصرف كيف كيفك رأينا أنا سامحوني حتى هالطاولة يا ما تجمع من وجوه النظيف والسراق والمزايد والهني يوم يطلع عليك الكويس يوم يطلع عليك الشيء مجتمع نحن اللي نطلع عليكم كلنا فرزات مجتمع صحيح مش جايين مكوكب واحد أخرى لكن ما اللي يفرز ما الفرازة اللي مفروض هذه تمشط شعارها بالمشترقي كرمكم الله المجتمع الحزب الصامت هذا الحزب اللي يوم يرعش يوم فرحان من لا شيء من إشاعة يرعش من أنا خليني نقول كم حاجة أقسم بالله ولا إله يعني واحد مش أحرف لما شخص يطاحت طيارة الشهداء رعد يحسب عند الله شن صار أقسم بالله يكلمني طيار مش مكمل دورة مواطن يخدم في حاله راهي والله راهي كامل بقوة العقلية يستجديني نوصله بالقوات المسلحة يقول كان نبو نركب ناخذ شوية دورات راني قادر أني نطير اليوم
هو ورفقاه عارف شن طلبوا منا يعني. والله ما نقولك في جو تعبوية ولا الكلام الفارغ. نحن وين من هؤلاء؟ أنا وأنت وغيره وغيره من هؤلاء عارفين نفس الأشخاص يكلموني اليوم قالوا نحن رانا بحكم درسنا الأمور معينة دقيقة وكذا فنيا رانا مستعدين لصيانة أي شيء للقوات المسلحة وراهم ناس حالتهم طيبة ومرتاحين. والله ما نقول لكم في كلام تعبوي ولا كلام من كيف نقوله تسخين على قول الجماعة. هذا الناس هل هم زايدين عليهم عيالهم ما عندهمش حياة رغيدة؟ والله خير مني والله لا نعرف بهم واحد راكب سيارة لا قوة إلا بالله وساكن سكنة كويسة وعويلته يدرسوا حتى في أفضل مدارس خاصة. لكن يحس في الوطن ده جهاده قال أنا تخصي سيانة في نوع منظومات معين أنا راني طوع أمره. وعرضنا الأمر على غرفة العمليات اللي نقدر نوصل لها المتقدمة وقالوا بالعكس نحن ما عندناش مشكلة رغم ما عندناش النقص هذا لكن خلوهم ستاند باي وخذوا تليفونات وقعد عندهم. يا أخواننا المواطن هذا اللي 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 ما عندهش دور اللي يقول أنا ما عاش فهمت شيء والله رقم فاهمين أقسم بالله نعرف كويس إنكم فاهمين. اللي عيط عليه على المصرف وعارف إنه مرتبة جاء ويحسب في الصديق الكبير شن جاء والله العلي الحبر شن قال ويقيم فيه حق فيه على صفحاته ولما تقول له نادي الوطن يقول لك ايش مواطن بسيط. لا مش بسيط انت فاهم وعارف لكن تبش تقول والله ما روحي اغلى عيالي اغلى الوطن كأنه تمينا من اجرينا الكلام تمينا في زايد نحن يعني سامحوني انا تيلي نفس الكلام تيلي كررته من 2011 الخوف من صراع جهوي اللي كان ياسر فيه سمع قاعدين نعيطوا عليه من 2011 رد بال كم راكم حتنجروا له المتطرفين راهم شالوهم السوريا وصقلوا حيردوهم الكم هنا عيطنا عليها 100 مره عيالكم اللي بلغ عليهم السيد محمد منفور قالوا لكم راهم محبسين قلنا لكم والله عيالكم موتوا ما بين سوريا وموتوا في الحرب في بنغازي انا واللي جار الحقول ما صدقتوناش يا اخواننا وين ماشيين بهم الارقام الحقيقيه اللي صارها في قتال في سرت مخفيه الان عليكم عيالكم وما زال يقول لكم مش عارف وين رايح وين مفقود. اسالكم بالله يلي مسمي روحك مواطن بسيط راهي حقوق لما تقول انا مواطن راك انت التزمت بحقوق التزامات قبل حقوق علينا التزامات بتقول لي انت ما نقول لك راني هذا جهادي هن كان وصلت عندهم حد ناقص بيسوي ولا يقصد ونعدي هذا جهادي بحكم ظرف الصح. لكن نشوف في ناس ونمشي نقام عزرة نتدهور نمشي قهاوي نمشي مطاعم لكن لما يناديني يجي نصبي هذا اللي مش هادي. لكن ما شاء الله في ناس تضرب اساسة تد في ناس عندها قدرة مادية مقام عزرة تقول لك انا درت لا ما درت الشيء ولازم عارف الحق والباطل. الموديل اللي طلبوها الان اللي مازلت نصر ما كامش اغلى من رواح الناس. ترى عندنا ناس موتوا في مظاهرات راه وطلعوا ناس بعاتهم الناس اللي خشت يوم علش وما نسميش انا يوم الدخول على الصاعقة يوم المشهور هذاك وبعدها الخروج في بنغازي وعدوا برجليهم من عند تبستي لعند لا الله محمد صلى الله مستشفى جلاء واشتبكوا هذول الناس بشكل بدوا سلميا ورموا عليهم بالرصاص وحصلوا مساندة من شباب منطقة بدون اي تنسيق لغرفة عمليات لشيء. تنتوا وين منهم هذول؟ ما كانش لا في صاعقة لا في حد ولا يسند فيهم حد. كان في كتيبة شهداء الزاوية واخذة مطعم الدفاع بحكم الموقع اللي كانت فيه وصامدين في مكانهم. الباقي الأمور وين كم انتم منهم؟ تقول لي أنا مش قادر نطلع ترى ما عندنا سجون يعذبوا بين ما عندناش لرويمي للهضبة لا عندناش 10,000 سجن اللي غادي نحن عندنا فط رقبته في الشارع تهيدي وقال ما في ظروف عيال كم تو تعذب 10 أيام لولاته وعرفته سيناريو العزق وجثته كيف شفته. والله مش لومه ما يقول كم مش عدوا موته لكن نقول له خلي عندك نوع تقول فيه لا كلمة لا. والله سامحنا أنا بنكسر الكلام هنا بنقول كلمة بس في رسالة واطلب شهادة ناس يحضروا على الطاولة هذه في مشروع العودة إلى بنغازي. ممكن تعطيني في وقت شوية بعد إذنك لأنه مهم شوية في هذه شهادة حنطلبها هنا على الطاولة. في شهادة الناس اللي تقول أنا نعرف إن في مظالم حصلت أنا إنسان شفاف وواضح جدا في ناس عندها مظالم استغلت فترة الكرامة صفت حسابات مع بعضها وهؤلاء الناس عندما تقوم الدولة أنا شخصية متطولة لدفاع حقوقهم والكلام هذا منتهي سواء بجانب حقوقي أو بجانب كمهنة المحاماة ولن نترك لهم ذلك. مش جميل مش أنت خايف منك ولا نحس فيك ولا مجمع لي لأني أنا بنردع المجرم هذا كيف ما هو تعدى كيف ما أنا صبيت للمجرم اللي جاي توه فرتال هو نفسه إذا كان يحكم العدالة. الموضوع المهم كان يوم الأيام يوم 30/5/2016 اللي كان نبي شهادات حنجينا توه حنطلبهم اسمعوا منهم يا ليبيين. يوم 30/5 كان في اجتماع في تونس والاجتماع الأول والثاني لا. كان موضوع مجموعة تمثل فيما يسمى المجموعات الموجودين أو النازحين أو المهجرين كما يوصفين في المدينة في غرب البلاد. كان معاهم جلسة في تونس برعاية دولية وبشهادة دوليين قدمنا لهم مشروع مصالح يشكل هيئة
تشكل كخاصة صغيرة بنغازي فتح ملف ورب ضرر وتحديد المسؤوليات وملاحقة اللجونات من كل الأطراف وتحديدها، وحطينا لها آلية وكان فقط بعض الرتوش عليها. من أفشل المشروع؟ ممثلين كانوا اللي جو غادي اللي تو تقولوا نحن مهجرين، اللي جو يمثلوا فيه كان في تونس، هم من جو في آخر لحظة وأفشلوا المشروع ورفضوا أنه يخرج النور، والمشروع كان طالع من عندنا احنا وفد الممثل مدينة بنغازي من داخل مدينة بنغازي. نعم. مشروع مصالحة حقيقي وهيئة حقيقية مستقلة لرأب الصدع في مدينة بنغازي، أفشلوه المجموعة الإسلام السياسي اللي مازال متحكم في رقابكم ويسمسر بيكم لحد الآن. روحوا من تونس داروا صفحة باسم مهاجرين على الفيس، المهاجرين صفحة رابطة المهاجرين، نفس المجموعة. هذه المجموعة أطلب شهادة الدكتور أستاذة نجيبة ستيتا والدكتور عاطف حسية والسيد والشيخ مفتاح القطراني، وفي شهادة وفي عددين يعتذروني اللي كانوا من أهل مدينة بنغازي شهود على هذه الواقعة. ما نبيش نسمي الآخرين لأنكم تعرفوهم كويس ومن مثلوكم وأنتم مسؤولين عليهم لما مثلتوهم، أنتم اللي بعثتوهم، أنتم اللي مشوخينكم عليكم الشوري أنا. طيب. حتى أنا لما طلعت ما شوخنيش على بنغازي، لكن مشيت بروح أهل بنغازي اللي تب العدل وقلنا نحن نبوا نحطوا هيئة ونكشفوا الحقائق، رفضوها لأنهم هم كانوا يعرفوا الحقيقة أن على وجوههم هم، والضرر والبز والإجرام كان طالع من يديهم هم، وطالبين تحقيق. أفشلوا هذه الهيئة المصغرة بمدينة بنغازي لأنهم هم يبوا أجندة الآن يجيبوا سلاح يقولوا عملية عودة أهل بنغازي وكلام اللي يزايدوا فيه على الناس وطلعوكم مظاليم وما يبوش حلولكم مشكلة ويستخدموا في عيالكم وعيالهم هم مرتاحين هم موجودين باستثناء بعض القلة اللي عيالهم محلين فيهم جو يقاتلوا من قياداتهم، البقية عيالهم تعرفوهم وين. طيب. اللي في تركيا في تركيا واللي في القاعد في المناطق يسمينها. المسألة الهامة وحنكررها مرارا وتكرارا، المواقف الصريحة والواضحة من المدن اللي فيها حتى كتيب وحدة طالعة لازم تطلع تقول هذا من يمثلوك ويمثلكش، ما تناقشنيش، ما تقوليش كيدة بسع وجهة، ما تقوليش قبيلة، اطلع كمجتمع مدني قول هذه الكتائب الآن لا تدخل حقول، هذه لا تمثلنا، مش انت مش قبيلة على قولك في مدن تقول احنا مش قبيلة. لا. اطلع كمجتمع مدني يقول هذه ما تمثلناش، اثبت لي موقفك، حدد تحديد المواقف. طيب. بعد قليل مشاهدينا الكرام سوف نعرض الصور لأسامة الجذران عضو أنصار الشريعة والموجود مع هذه الميليشيات الإرهابية التي هاجمت منطقة الهلال النفطي. ينضم إلي الآن الشيخ مفتاح فيصل نشاد أحد مشايخ قبيلة الشيخ مفتاح فضيل نشاد أحد مشايخ قبيلة المغاربة. الشيخ مفتاح أهلا بك. أهلا بك دكتور أحمد، أهلا بك، أهلا بك وضيوفك كرام. الشيخ مفتاح، ما الكلمة التي توجهها في هذه الظروف أو في هذه الأثناء ونحن نتحدث والقوات المسلحة تدك الجماعات الإرهابية التي تهاجم منطقة الهلال النفطي، ما الكلمة التي توجهها لأفراد المؤسسة العسكرية، لأفراد أو للشعب الليبي بصفة عامة، كذلك للتركيبات الاجتماعية والقبلية المكونة لمنطقة جدابية ولمنطقة الهلال النفطي؟ فقدنا الاتصال مع الشيخ مفتاح فضيل نشاد، سوف نحاول الاتصال به مرة أخرى. أنوه أنه بعد قليل سوف نعرض صورا لأسامة الجذران عضو أنصار الشريعة وهو موجود في إلى جانب الجماعات الإرهابية من تنظيم القاعدة التي تهاجم الآن منطقة الهلال النفطي. أعود إليك أستاذ سميح الأطرش، دور القبائل مهم في هذه الظروف الآن عندما نتحدث على هجمة من تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة به، هل دور القبيلة دور الأعيان والمشايخ يعني يجب أن يكون ظاهرا في هذه الظروف؟ نعم، لأن في مساءلات ستترتب على أعمال الجيش الليبي توه، إن ما يجي بعدين شيخ قبيلة ويقول والله ابننا تم اغتياله ولا تم تصفيته ولا مات ولا غيره، كويس، فعليهم ان هم يتخذوا مواقف من توا وعليهم ان يتخذوا موقف واضح وحاسم ان نحن اي شاب عندنا نحن يرفع سلاح على الجيش الليبي، كويس، هذا الشخص اسف جدا هذا الشخص يجب ان لا يتحمل الجيش اي مسؤوليه، هذا ما صنعت يده. وبالتالي مشايخ القبائل كافة بكافة صنوفها وأسماها ومسمياتها يجب عليها أن هي تتخذ ذات الإجراء، بمعنى أن كل ابن لهم موجود في عمل من هالأعمال الإرهابية هذه حمل السلاح أمام الجيش الليبي فيتحمل نتائج تصرفاته هذين، وبالتالي لا يحق لأي قبيلة بعد ما ترفع
الغطاء الغطاء الاجتماعي على هذا هذه التشكيلة أن لا يسأل ولا يتحمل وزرها هذا كشيخ. الحقيقة أن الجانب القبلي هذا يجب أن يكون من بدايته أستاذ أحمد، يعني يجب أن يكون من البداية. حاليا نعلم كويس من هم اللي قاعدين غادي كويس، إذا كان هم حسن النية وكانوا يبيجوا وغيره، ما جيني بدوشكا ولا جيني بدبابة ولا جيني بمدفع وتقول لي والله أنا جاي الحوشي. أنت منك جاي الحوشك أنت، وتصرح صراحة أن بنغازي هذه هدف عندنا. بنغازي فيها رجالها، فيها أهلها، فيها ناسها. أنا ما نستبعدك ولا نقصيك، ولكن الطريقة والآلية اللي تمت من قبلك هي طريقة خاطئة جدا، وتدل على أن عملك هذا عمل هجومي إرهابي وفي قوانين تجرم هذا العمل. اسمح لي فقط أن أستقبل الآن الشيخ مفتاح فضيلنا الشاهد أحد مشايخ قبيلة المغاربة. شيخ مفتاح أهلا بك. دكتور أحمد أهلا بك. طيب شيخ مفتاح، سألتك منذ قليل عن الكلمة التي توجهها لأفراد القوات المسلحة وللشعب الليبي بصفة عامة، وكذلك لأفراد أو المنتمين لقبائل المغاربة وكذلك القبائل الأخرى التي تكون الإطار الاجتماعي والتركيبة الاجتماعية والنسيج الاجتماعي لمنطقة أجدابية ومنطقة الهلال النفطي في هذه الظروف الآن، ونحن نشهد معركة في منطقة الهلال النفطي. دكتور أحمد نحييك، أهلا. نحيي الدكتور عصام، ونحيي المناضل سميح الأطرش ابن المناضل سالم الأطرش، أبناء ليبيا البررة، أبناء برقة. الكلام نوجه لأبناء عموما. نحن الآن هناك قضية حق وباطل، مجرد وقوف الحياة على الحياة هو نوع من حيازة الباطل. نحن قضية المغاربة من يمثلنا؟ يمثلنا الباشا صالح طيوش، يمثلنا العميد البطل ونسبو خمادة، يمثلني العميد البطل صلاح عيسى نشاد، العميد البطل ناجي المغربي، العميد البطل مرعي سعيد الصبيحي، كثير من الأسماء، العميد البطل عبد الله ناجي، العميد البطل مفتاح المقليف، العميد البطل مسعود دواس، العميد البطل غيث الحرب، العقيد البطل محمد بلاش، القائد الميداني محمد القاسي. هؤلاء يمثلوا قبيلة المغاربة، لا يمثلها الجدران. أبناء عمومتي، الجدران أتى مع من؟ هل ترضوا أن الشرسي يطع أرض المبريقة؟ هل ترضوا زياد بلعم يطع أرض المغاربة؟ إحنا أصحاب قضية قبل ما يكون ليبينا أصحاب قضية، إحنا أبناء المغاربة أصحاب قضية. هل ترضى أن زياد بلعم وأن الشرسي وأن غيره وغيره من الأسماء، اسمحني سمي الأمور بسياتها دكتور أحمد، إحنا الآن في مرحلة قضية استعمار. الآن هؤلاء الناس هم بيادق الاستعمار في لعبة دولية كبيرة، ولكن أبناء المغاربة دائما كما كانوا أثناء معركة الكراعب ومعركة القرضبية هم دائما مؤيدون للوطن، نحن مع الوطن. هؤلاء يمثلوني، لا ليس هناك أي شخص آخر يتكلم باسم قبيلة المغاربة البطل صالح لطيوش وهؤلاء الأسماء اللي أسميته هناك. الآن نحن في معركة، الآن معركة حق وباطل، يجب كل الليبيين ونسمي الأمور بمسمياتها. من سوان السويحلي زياد بلعم سام بن حميد، من أي مدينة هؤلاء؟ اسمح لي دكتور أحمد أن نعرف جيدا أنك دائما حريص في برنامجك على عدم التعميم. نعم، ولكن نحن الآن أبنائنا يقتلوا ليست أول مرة، الآن في رأس نلوف، قبل أم المدة كانوا جايين نفس القصة، طمع في البترول، ولكن البترول مش الأمم، البترول لكل الليبيين. طيب في صورة الآن فضيلة الشيخ لوجود أسامة الجدران، يعني وتعرف جيدا أسامة الجدران عضو أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة، موجود الآن هو مع إسماعيل الصلابي، هو مع الشركسي في هجومهم على منطقة الهلال النفطي. هذه الصور نشاهدها الآن على الهواء مباشرة. هؤلاء المنتمين لقبيلة المغاربة، أن تقول أنهم لا يمثلوا القبيلة، أن تقول أن من يمثل قبيلة المغاربة هم المنتمين أو هم القادة العسكريين وهم الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، ليس كذلك شيخ؟ هم الشهداء، هم هؤلاء الأبطال الذين يقودوا المعارك الآن. نحن كقبيلة المغاربة دفعنا الثمن غالي
من استعمار الإيطالي وما بعده للمحافظة على استقلال البلد. هؤلاء الناس يمثلون أجندات خارجية من 2011، وكانوا قادرين على أن هم يصلوا إلى مرار تولوا السلاح المال العام وتسخيره لهذه المغامرات الفاشلة. يجب أن يعرفوا جيدا إلى آخر مغربي ومغربية في المنطقة، نحن كقبيلة المغاربة القضية قضيتنا إحنا أكثر من قضية أي ليبي. الآن نحن دفعنا الثمن غالي، هجرنا من بيوتنا، قتلوا أولادنا، ندفع في قوافل من الشهداء، هل من أجل أن الشركسي يجي؟ لما نتكلم إحنا على اسمح لي دكتور أحمد بثواني، لما يجوا هم الكيل بالمعيارين يتكلمون على مهجرين من بنغازي، من هجرهم هذول؟ هؤلاء الناس أجرموا في حق الليبيين في الاغتيالات، وبالتالي هربوا ولم ينظروا إلى المهجرين من طاولغا أكثر من 30,000 ممكن موجودين في بنغازي. هذا معيار غريب. هي قضية استعمار، قضية احتلال، لست الحق النفطية فقط ولكن السلاح الليبي كلها. وجه كلامي لقيادة الجيش، وجه كلامي لقيادة الجيش ولكل الأحرار ولكل الشرفاء والنبلاء في هذا الوطن، نحن إلى آخر رجل لن ندخل الاستعمار، لن نقبل بأي عميل يكون بيننا خائن سواء كان مغربي أو غير مغربي، لا أسامة جبران ولا فهم جبران ولا سالم جبران ولا هرخز عبلات ولا إسماعيل الصلابي ولا علي الصلابي ولا كل من استعمل ضد وطنه. نعم، هؤلاء بعض أبناء قبيلتكم، أقول أو أشدد بعض، عندما تحدث عن أسامة الجدران تقول لا يمثل القبيلة، قد تستعملهم هذه الميليشيات الإرهابية، مصطفى الشركسي، إسماعيل الصلابي، زياد بلعم، الحسناوي وغيرهم من قيادات تنظيم القاعدة كجسر عبور مؤقت فقط شيخ مفتاح لاحتلال منطقة الهلال النفطي، بعد ذلك هؤلاء تنظيم القاعدة لا قدر الله هم الذين سوف يكونوا المسيطرين. لذلك أن تدعو القبيلة وتقول أنكم ضد أي خائن يعني يقف مع هؤلاء، ليس كذلك؟ وبقوة دكتور أحمد، نحن هؤلاء الأسماء التي عددتها، التاجر ما ثبتت ذلك، من يحكم طرابلس الآن؟ من قل لي من؟ مش هؤلاء الشرطة؟ من كان؟ شوف نحن لا ونفسهم كانوا يمارسوا القتل في بنغازي، الاغتيالات شيخ مفتاح، نفس هؤلاء أو هذه الأسماء التي كانت تقود المعارك أو كانت قادة بعض الكتائب الإرهابية في مدينة بنغازي، هي التي كانت تنفذ الاغتيالات وتمارس التعذيب والخطف ضد المواطنين في المدينة. نعم، وهذا مدعى إذا ضباط القوات المسلحة بقيادة المشير البطل المشير خليفة حفتر لإنقاذ بنغازي، وإحنا بفضل كل المناظرين بما فيهم ضيوفك الكرام موجودين جنبك، كلنا وقفنا صف واحد، كلنا سكان بنغازي، كلنا سكان برقة، لا فرق بيننا. هؤلاء سواء كان الجبران أو كان الصلابي أو كان السويحلي، هذوم يشتغلوا بناء على تعليمات من دول كبرى، يوم ملت، يوم مانيش عارف من جاي، يوم سفير، يوم غيرها. يا أخي يتركونا في شأننا، يتركونا احنا كفاية من احنا قافلة من الشهداء. هل يعتقدوا من هم الآن حاولوا الاقتراب من الحقول النفطية، هل يعتقدوا ان بسلام حيدخلوا بنغازي ويدخلوا برقة؟ نسمي هذه مسمياتها. نحن كلنا الآن الجيش له حاضنة وطنية خالية من أي منفعة. احنا وقفنا مع خليفة حفتر لأن خليفة حفتر إنسان وطني، لأن خليفة حفتر مثل باطل وحدوين الأحرار الذين ثاروا على هذه القواعد. وفي ثورة 17 فبراير لما رأى انحاز الشعب وهو مع الشعب، وبالتالي ليس لمجد الأشخاص كما يدعون. نحن لأن كنا نفتقد القيادة، وهو أخذ زمام مؤامرة بارك الله فيه وفي قيادة الجيش، ونحن نؤكد لا يمثلنا جبران ولا يمثلنا بعض الخلايا النائمة التي هم ليس لديهم وعي، لا يعوا الأمور، لا يعوا أن هذا استعمار، لا يعوا أن السويحلي ولا الصلابي ولا زياد بلعم هو بيادق، هو استعمل فقط كأداة حربية لتقتيل الناس.
ولضخ البترول والهجرة وغير القصة الأخرى. لا ننسى موقف القائد الأعلى السيادة المستشار العقيدة صالح ومجلس النواب. احنا نواب المغاربة الآن. سيد إبراهيم الزغيد موجود في جدادية للمشاركة في الرأي. الأستاذ إدريس عبد الله نائب عن البشر موجود في البريقة. نترك البريقة لهم، لن نترك. لا شيخ، فقط أريد أن يعني أدقق أو أركز على جزئية معينة. أعداد كبيرة، مش كبيرة، أعداد ضخمة من القوات المسلحة الآن تتجه أو اتجهت نحو منطقة الهلال النفطي. بعض الكتائب المشاركة القوات البحرية الجوية، كتيبة 106، 146، 210 وكذلك 298، إضافة إلى سرايا غرفة سرت الكبرى وكتائب عمليات إجدابية. أنت واثق الآن من قدرة الجيش على حسم المعركة، ومع ذلك تقول أن يعني أفراد القبيلة أو قبيلة المغاربة لن تسمح لهؤلاء الإرهابيين باحتلال منطقة الهلال النفطي، أليس كذلك؟ لا يمكن. هل تعتقد أحفاد الطيوش وأحفاد المجاهدين الأبطال تعتقد أنهم يخونوا وطنهم؟ هل تعتقد أن جيرانهم ممكن يمثلهم؟ دكتور أحمد، إحنا الآن في معركة، في حرب. صحيح. الحرب كر وفر، ولكن لعند الوطن يجب تحت كل الصفوف حتى داخل بنغازي. ليس هناك أي خلافات الآن. كلنا صف واحد، كلنا مع قيادة الجيش. نعم. وسننتصر بإذن الله. بإذن الله. الشيخ مفتاح فضيل نشاد، أحد مشايخ قبيلة المغاربة، شكرا جزيلا لك. أنتقل الآن إلى العقيد فوز المنصوري، آمر غرفة عمليات إجدابية. سيادة العقيد، أهلا بك. العقيد فوزي المنصوري، آمر غرفة عمليات إجدابية، هل أنت معي سيادة العقيد؟ طيب، سوف نحاول الاتصال بالعقيد فوزي المنصوري، آمر غرفة العمليات أو عمليات إجدابية، ليطلعنا على سير العمليات العسكرية هناك واستعدادات القوات المسلحة لدك معاقل الإرهابيين في منطقة الهلال النفطي. أعود إلى الأستاذ عصام التجوري عندما نتحدث على دور طيب اسمح لي فقط قبل أن أعود إليك. العقيد فوزي المنصوري، هل أنت معي؟ نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. آمر غرفة عمليات إجدابية، حدثني على سير العمليات العسكرية هناك، الاستعدادات، استعدادات القوات المسلحة كيف هي؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك أخي أحمد وأحيي ضيوف الكرام، وأحيي بشكل خاص الشيخ مفتاح فضيل نشاد، هذا الرجل الوطني بامتياز. أحييه تحية الوطنيين، تحية الأحرار، تحية الأبطال. فحقيقة قاله الآن شيء يثلج الصدور. والشيخ أيضا محمد إدريس المغربي شارك قبله. الجميع يختار أمنيطا على القبيلة، فله التحية مجددا. نعم. أيضا الشيخ محمد إدريس المغربي كان ضيفي منذ قليل وتحدث بذات اللهجة التي لا تقبل المساومة فيما يتعلق ب يعني المعركة ضد هؤلاء الإرهابيين وضرورة الالتحام مع القوات المسلحة. عقيد فوز المنصوري، يعني بدون أن نتحدث بطبيعة الحال عن معلومات قد تؤثر على سير العمليات العسكرية أو قد تضر بالجيش، لكن بصفة عامة الأوضاع مطمئنة جدا، أليس كذلك؟ بإذن الله الأوضاع مطمئنة وتحت السيطرة فقط نعم. طيب، يبدو انه في مشكله في التغطيه مع العقيد فوزي المنصوري، آمر غرفه عمليات إجدابية. اتمنى ان تنتقل قليلا الى مكان قد تتوفر فيه تغطيه اوفر او افضل ان كان ذلك ممكنا سياده العقيد، وافسح لك المجال للحديث. نعم. سبق وأن جاء هؤلاء المجرمون إلى الموالي النفطي وإلى مدينة إجدابية ورجعوا خزايا مهزومين بفضل الله عز وجل. ثم تكلم الحشد الصالح وشباب الأعياء، فهذه المرة الرابعة بإذن الله الأخيرة، وسنطبق فيها إحدى صفحات المعركة وهي المطاردة.
ليس الهدف رأس لانوف ولا السدرة بالنسبة لنا، الهدف وطن بأكمله خالي من هذه التنظيمات الإرهابية. الأمور تحت السيطرة، القوات المسلحة بإذن الله في الموعد دائما وأبدا. الحرب كر وفر. اليوم الحمد لله القوات المسلحة قامت بهجوم ساحق، استطاعها ان الارهابيين بطريقه او الاخرى صد الهجوم نوعا ما، ولكن غدا سيكون حافل بالاخبار الساره. نعم يوم غد اذا سوف يكون حافل بالاخبار الساره. هذه هي البشرى التي تقولها للمواطنين الليبيين والمشاهدين الذين يتابعونك الان العقيد فوزي المنصوري. هناك اعداد كبيره من الكتائب ومن العده والعتاد وصلت الى منطقه جابيا والى منطقه الهلال النفطي، اليس كذلك؟ نعم وصلت عده كتائب من كتائب القوات المسلحه الى مدينه جابيا، ومن ثم انتقلت الى مدينه البريقة. سيتم إعادة رص الصفوف، وسنقوم بما تعلمناه من أمور عسكرية في هذه الحرب التي طريقها بإذن الله النجاح واكتساح هؤلاء المجرمين. أعداد قتلاهم لا تحصى، لدينا مصادرنا الخاصة، ذوي البشرى السمراء من المعارضة الشادية موجودون على الأرض، يتركون في جثث التشاديين ويأخذون في جثث الليبيين الذين معهم والأجانب من الجنسيات العربية الأخرى، أما التشاديين فيتركونهم مرميون على الأرض. نعم. طيب شكرا جزيلا لك العقيد فوزي المنصوري أمر غرفة عمليات جدابي. أؤكد الآن أنه في خبر من مصادر عسكرية تتأكد أو تتحدث عن حشود ضخمة ستقوم ب أو تتحرك الآن للهجوم على منطقة الهلال النفطي، وتأكيدات على أنها لن تتوقف حتى الوصول إلى سرت. إذن هذه مصادر عسكرية أكدت لنا الآن أنه في حشود عسكرية ضخمة تتجه للهلال النفطي ولن تتوقف إلا في سرت كما أكدت هذه المصادر. مرة أخرى أعود إليك أستاذ عصام التجوري، وكنت قد سألتك على دور القبيلة، دور المشايخ القبائل الآن في هذا الصراع، هل يمكن أن يعول عليهم في إنهاء هذه المعركة وعلى الأقل في التحشيد لصد هذه المحاولات الإرهابية؟ أعتقد أن الموقف العام الآن مبني على أساسين. أولا عمليات الرفع الغطاء الاجتماعي الهزلية والكرتونية يجب أن تكون لها طابع واقعي وعلى الأرض. يعني شوف هي سجلت حالات وحالات لا يمكن الخوض فيها في هذه اللحظات، ان يتم رفع الغطاء الاجتماعي ببيان ثاني يوم نفس الشخص اللي قاعد رافع قاعد في الصوره مش مسكين واحد ماشي يدير في تليفونات ولا ماشي يقول والله في بطني ولا غيره، هذه سجلت. نعم. بالتالي دور القبيله يجب ان يكون فاعل حقيقه، مش في صور فيديو او بيانات. نعم. حقيقه ان ينفذ هذا الرفع الغطاء الاجتماعي بشكل كبير كما طلبت من مدن كثيره. اذا كانت تقول احنا مش قبليين استبرئوا ببيانات مواضعات المجتمع المدني ومجالسكم البلدية ولا مجالسكم العسكرية المتشظية هذه، وقولوا هذا الناس ما تمثلناش غير هكي غير الكلام هذا، ما تلوموش علينا تقولوا وين الخطاب العادل، تعاد انت منطلق ومش جاي لي خطاب بك اي ايجابي من عندك وتقول والله شوفوا الخطاب الكراهية اللي طالع والعنف، تمال الخطاب الورد اللي دزلي هذا شنو هالبكيات اللي ماشي فيه عندنا بالدلاية. سامحني اقول لك شماعة العايدون تمت هي القصة هذه البنغازي يا جماعة ككلة ومجموعة اللي طيحت حواشينكا في الصدمات في طرابلس، أسألوا ليش لجنة التسليم والاستلام ما سلمت كمش العمارات اللي غادش قال جماعة العايدون وبنغازي رحمه الضحايا خشوا على اللجنة قالوا لهم والله ما تسلمون احنا أولى بين هذول المتطرفين راي كلام انا مسؤول عليه، وعدوا كان يقدروا يسلموكم ترى باكي يساعدوكم فيها خلوكم تخشوا وراكم وتيات وعارفين صلاتكم، قالوا لهم والله تخشوا من قتلوكم هذول هم الجايين بكات ورد بيعودوا بنغازي ال 800 دينار اللي ياخذوا فيهن النازحين غادي بقرار من حكومة الإنقاذ الأولى، وين من العرب رجال داري أخذ خذوهم بالفك حتى هم حتى لغوين غصبا عن عمار حازم ممكن مش لغوين مش لكن من يقرر قرار لكن غصبا عنا حتى هو ناس ماسك سلاح بلطج على الدولة خلك من فكر متطرف إنسان يعتقد أنه بلطجي. هذه القبائل ما لم هؤلاء المجرمين بشكل ما أنا نقول لك في كل مكان في ليبيا ما لم يتخذ معهم موقف يا أخي حتى في الشرع قالوا احشرهم أهجرة حتى بالدين مش تضبطي وتسلمه ولا أول ركت حقه شوي هكي بطل لا مستفز مش أنا يوم اللي ما شاء الله طو يوم اللي قعد هو واكلها تلقاه هيك كان قدم شوي يبدأ يطلع مؤيد له ومتنصري كان انكسر شوي وكان دار عملة كبيرة يقول لك لا والله وحلين فيه
وبكرة يطلع طيران إماراتي وبربري وصهيوني وفاشي توا طبلوا. أيضا أؤكد مرة أخرى وأنوه مجددا أنه في مصادر عسكرية تؤكد لقناة ليبيا الحدث أنه في حشود عسكرية ضخمة تتجهز في هذه الأثناء لهجوم على منطقة الهلال النفطي ولن تتوقف حتى الوصول إلى مدينة سرت. إذن تأكيدات من مصادر عسكرية خاصة لقناة ليبيا الحدث أنه في حشود ضخمة تتجهز في هذه الأثناء لهجوم على منطقة الهلال النفطي ولن تتوقف حتى الوصول إلى مدينة سرت. أعود إليك أستاذ. هو مصطلح بس مصطلح وصف به هذا التحرك باسم الزحف. في ناس تعتقد أن الزحف هو تحرك، هذا فقط زحف، هذه نداء، هذا فزعة اللي ما يندريش عليها حد وما زالت جاية وحتجي. وحنقول لك رأي أي واحد قادر أنه هو منتسب أو رقم عسكري، رأي حتى قوات مسلحة هنزعله نحن وياها، رئاسة الأركان هنزعله لو هؤلاء ما زالوا في بيوتهم ويصرفوا مرتباتهم واتخذش معهم موقف الداخلية. رانا نزعلوا نبدو ندو، في ناس ما زالوا عسكريين أرقام عسكرية مقام عزين في حواشينهم، وهذا نداء وطن. ما اعتقدش ان هذا الطبطب طيب. علينا عندنا توصل، ما تقوليش عياله حتى ظل عندهم عيال اللي ماشي. ينضم الي الان ايضا او مداخله استقبل من علي التريكي، الاستاذ علي التريكي عضو مجلس البلدي مدينه البيضاء. استاذ علي اهلا بك. مرحبا دكتور احمد، ونحييك في هذه المساء وضيوفك الكرام، ونقول لك الله اكبر الله اكبر على الجيش الجرار اللي يزحف اتجاه حماية الوطن. أخي أحمد، نهني جيشنا بما فعله منذ مساء اليوم من انتصارات حققت على أرض الواقع، وهذا جيش بقيادة المشير خليفة بن قاسم حفتر والذي لديه الخبرة الطويلة في إدارة الحروب. أخي أحمد، احنا الآن وصلنا إلى عرفنا الخيانة وعرفنا الخلل وين يدور. أخي أحمد وكلام الجميع والسيد صدر شوية رحمه والديك، لأن فعلا الآن من ما شفت اليوم من طبرق ومن البيضة ومن بنغازي ومن المرج حشود بسم الله ما شاء الله كلها تتوافد، حتى الشرطة كلها تتوافد إلى أرض الوطن، إلى هو الأرض الغالية. نطالب مجلس النواب، أخوي أحمد، مجلس النواب إلى الآن صامت بجلسة طارئة بإدانة وليس باستهجان. الهجوم الذي يستهدف قوتنا اليومي والنفط الليبي بالكامل، ولازم يوضحوا الانتهاكات يا اخوي احمد اللي حصلت. الاخر نقول لك وين السيد كوبلر وين اعيانه؟ وبعدين لازم الحكومه برئاسه الثني ووزير الخارجيه اللي راقد على زينة، لازم نقاطعوا دولة قطر، ولازم نسحبوا السفير الليبي اللي في قطر، لازم خلال 24 ساعة. نحن الآن شنبوا فيها قطر، وش عندنا غايب عندها؟ الآن لازم نشوفوا من المطبخ اللي حطنا في الطعام وحطنا في السم في الأكل. أخوي الكريم، لازم وزير الخارجية ورئيس الحكومة عبد الله السني ولا صوت من هالصوت اللي يديروا فيه اسمنا منكم. الاخرام الان السني، هل تعلم ان السني هارب؟ هو مقره في البيضه ولما تحمل مسؤوليه ذلك، هارب خارج البلد، مش زياره، هارب خارج البلد في هذه الظروف. الاخرى وزير الخارجيه، لا هناك وزير طيب. خارجيه. الا يمكن ان يكون الرجل يقوم بعمليات روتينيه، زيارات رسميه باسمه كرئيس للحكومه المؤقته، الان هو في زياره خارجيه خارج البلد؟ اخوي احمد، احنا الان رؤساء المفروض يقطع زيارته ويجي. نعم استاذ علي. لكن اقول لك شيء اخر، نحن كلمه السيد العميد محمد المنفور الصراحه كانت واضحه جدا، واقول لك الان ابناء المجاهدين لم نحتسي او نشرب الخمر مع قرشياني اخوي احمد، ولم نبيع الوطن. الان لازم ندروا اتلاف يا اهل برقه، لازم اعيان ومشايخ برقة نجيبوا أولاد المجاهدين وأحفاد المجاهدين. إحنا خلاص صح فعلا خوي التجوري كلامه واضح وراقي وراجل أكاديمي، ويقول لك القبلية نطلع منها فعلا، ولكن حنديروا جسم آخر اللي هم أبناء القبائل المجاهدة، أبناء أحفاد المجاهدين. نحن الآن النفط الآن يهاجموا فيه، وفي نفس الوقت الجيش بعد حرر النفط سلموه لصنع الله.
صنع الله تم يبيع في النفط ويطبع عنده صبر كبير. نعم. الآن جايين مجموعة إرهابيين، واليوم بشرك البيضة وقبيلة البراح في قبيلتي داروا بيان وقلنا نحن مع الجيش، هذا كلام مستهلك ديما، ورفعنا الغطاء المرة الثانية، وأي خاين من قبيلتنا نحن ضده ولا يمكن نؤويه. وأي خاين يجي من هالجماعة اللي جايين توا يبي يدمروا ليبيا، يبي يدمروا نفطنا، ويبي يستولوا على بنغازي، وقول لهم لا وألف سلاح. أما في النهاية بكل لازم الآن مجلس النواب، لازم مجلس النواب يجبر على اسمي، لازم منقاطع وقطر نهائيا مقاطعة، ولازم يسحب السفير الليبي اللي في قطر، لازم يسحب فورا. أما في النهاية بكل بيانات وتبنى وجيش تقهر، هذا كلام لا يمكن نعطوه لحد ولا يمكن نحكم فيه. اما طيب. اما اللي جايين يسووا القتل فينا يعلم العام الخاص ان من القاعده والدروع والاخوان والدواعش والخونه والمرتزقه الشديه هم اللي جو يبي ياخذوا وطننا، ولكن الله سبحانه وتعالى في الوجود، والله سبحانه وتعالى وجيشنا الكريم وابطالنا الاسود الذين قدموا التضحيات وقدموا كل ما يملكون، ولكن نحن نبقوا من الشارع الله يسترهم، لازم يطلعوا واحد يدهور في السوق وواحد يمشي يزرد. يا جماعه حرام عليكم، يا جماعه وطني بريح، اقسم بذات الله يا اخوي احمد لو كان ما في عفتر بلاش نقول لك المسجد اشخاص ولا كذا، لا الشكر رد كفاء. الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لازيدنكم، يعلم الله الشكر للرئيس حفتر، لولا حفتر اقسم بالله ما انا قاعدين، لولا حفتر انا اقسم بالله جنايه، ومع الرجال اللي معاه ومع المساندين اللي معاه ومع الشهداء اللي استشهدوا ومع الاشخاص اللي هذاك هم مناظرين ما نحترمهم ونقدرهم. طيب شكرا شكرا جزيلا لك الاستاذ علي تريكي عضو المجلس البلدي اجدابيا، انوه عفوا البيضة، ونوه مرة أخرى إلى أن هناك مصادر عسكرية أكدت لقناة ليبيا الحدث على تحشيد ضخم وكبير للقوات المسلحة في هذه الأثناء لتحرير منطقة الهلال النفطي، ولن تتوقف هذه القوة حتى الوصول إلى مدينة سرت. أعود إليك واستقبل الآن العقيد عادل مرفوعة مدير إدارة مكافحة الإرهاب. سيد العقيد أهلا بك. العقيد عادل مرفوعة مدير إدارة مكافحة الإرهاب. سيادة العقيد هل أنت معي؟ طيب يبدو أنه في مشكلة في الاتصالات، سوف نحاول الاتصال بالعقيد عادل مرفوعة مدير إدارة مكافحة الإرهاب. طيب أعود إلى ضيفي في الاستوديو. أستاذ سميح أختم معك لو كان لديك إضافة في الختام. نعم الإضافة حقيقة هي رسالة للسيد وزير الخارجية الليبي في دولة ليبيا في حكومة السيد الثني، ان عليه انه هو يخاطب السفراء بعدم الاتصال بهذه الأسام الغير شرعية والغير قانونية، واذا كان في اتصال يكون من خلال القنوات الشرعية وهي وزارة الخارجية في دولة ليبيا. هذه آلية دبلوماسية يعرفوها الناس الدبلوماسيين وهي ناحية قانونية، لا يحق للسفير أن يتنقل كما يشاء في الدولة أبدا. طيب. اثنين نطالب من البرلمان الليبي أن يواجه الشعب الليبي بصدق وبشفافية. نعم. وأنه يعدل بمعنى وقع، يقول لك كلمتين يقول لك وقعوا على سخيرات، عليه أنه يتخذ موقف تاريخي يحسب له ويسجل له بإنهاء هذا الاتفاق الذي دمر الوطن بالكامل. نعم. وهو اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى أو الذي أعد من قبل البرلمان الليبي بهالموافقات. طيب. ولهذا الانتخاب. نعم. التصويت الغير شرعي. طيب أختم معك أستاذ عصام التجوري. أعتقد أن حكون نهايتي من ما ذكر الأستاذ سميح، أن راح يشوف في هذا كله اتفاق الصخيرات، وحتشوفوا حقائق وحتشوفوا قبض وحتشوفوا موضوع شكوا فيه كما تبوا، لكن حتكتشفوا ان الصراع والتحالفات اللي بدي تسال فيها كيف. نعم صحيح. فلان مع فلان والتركيبه اللي مش قادر احد يفهمها كلها التصارع على المناصب فيما يعرف بحكومه الوفاق، وفاق المجرمين السراق الارهابيين الاجراميين الذين يتكالبون الان على السلطه وعلى المكاسب والمغانم.
أقول لكم والله في مكونات لو ما تحترمش نفسها، نقول بدأ تدعو في خطيب القبيلة مش ندعيه، وأنا نقولها في مكونات معينة لو ما تحترمش دماء أبنائها تحديدا والله يوم مكاشفة حيكون صعب علينا كلنا. بالتالي استصاروا على هذا المقعد البائس كيف هالكرسي يوم نجينا شو بغيره، هذه هي الدنيا. لكن اللي قاعد الصيت قاعد تاريخ، مش نقول قبيلتي زمان خوتنا المغاربة، أنا تمنيت من شيوخنا عارف يستحضروا دور المغاربة وشيوخهم مجاهديهم. أنا ديما يستحضرني أنا ديما عندي الشيخ علي كشر وموقفه يوم اللي طلع قرسياني الدوتشي وقال له قالوا له مقاتل وفارس، هذه ليش استحضروها توي مغاربة؟ عطوه بندقة خافوا عليه الدوتشي في المنصة، عطوه بندقة وقال له ايش تميز بيشوفها وكيف الخيل مجاهد مجاهدي ليبيا. فركب على الخيل وهو عرفها فاضية البندقة، فقال اعوذ بالله من اعوذ بالله، وبحث في الناس قال لولا لولا يعني لولا طلقة حتى وكان ميت ميت من راني قتلته. هذول عرب المغاربة اللي يعرفهم انا، مش يحركوا فيهم مناصب ويحركوا فيهم جماعة اخرى ويطمعوا فيهم. طيب شكرا جزيلا لك الاستاذ عصام التجولي المحامي والناشط الحقوقي، كما اشكرك الاستاذ سميح الاطرش المحامي امام المحكمة العليا. كذلك اشكر جميع ضيوفي الذين تداخلوا معي اليوم عبر الهاتف، وانوه مرة اخرى الى هذا الخبر الذي اكدته لنا مصادر عسكرية على حشود ضخمة تتجهز الان للهجوم على منطقة الهلال النفطي ولن تقف حتى الوصول الى مدينة سرت. مشاهدينا الكرام بإذن نكون قد وصلنا الى ختام حلقة اليوم، في الختام تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة احمد سالم وتحياتي احمد القماطي، في امان الله.